السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مع حضراتكم إن شاء الله النهاردة لتغطية المؤتمر الصحفي الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب، إن شاء الله للإعلان عن بعض المفاجآت الخاصة بكيان النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي. هنكون متابعين حضراتكم طبعا هذا المؤتمر الصحفي إن شاء الله اللي هيبتدي الساعة 5 النهاردة. هيكون طبعا مفاجآت إن شاء الله، إحنا ممكن تردد بعض الكلام عن الاستاد ولكن طبعا إحنا متواجدين مع المؤتمر إن شاء الله، هنشوف كل التفاصيل الخاصة بهذا المؤتمر والمفاجآت التي سوف تكون في هذا المؤتمر. طبعا كله في الصالح العام لكيان النادي الأهلي، دائما إحنا من خلاله ومن خلال هذا الكيان دائما بنقول الأهلي فوق الجميع، دائما في مبادئ في أسس و عادات وتقاليد بالنسبة لنا هي اللي خلتنا في الأول في الآخر موجودون بهذا الاسم الكبير اسم النادي الأهلي. لما نيجي نبص والناس بتسألنا انتوا ليه عاملين كده، احنا بنمشي في الشارع كلاعيب الكورة وناس خدموا في هذا النادي بيسألونا انتوا ازاي كده، احنا كده عشان احنا عندنا جزء المبادئ موجود، عندنا التكاتف دائما موجود، العادات والتقاليد، وأكيد في الآخر بنحط جزء الأهلي فوق الجميع، وهو ده الأهم، خدمة هذا الكيان، والكيان ده دائما هو في المقدمة، دائما نحن بنتمنى إن شاء الله هو رفعة هذا الكيان ودائما يكون في المقدمة باستمرار. كلام كتير عن المؤتمر وكلام كتير عن بقى امبارح، امبارح كان يوم رائع وجميل، هتكلم من خلال طبعا تواجد ضيف جميل، ضيف انا من الشخصيات المحترمه والنقاد الرياضيين المحترمين في الرياضه المصريه، استاذ شريف عبد القادر مدير تحرير الرياضه بجريده الشروق، كلام طبعا عن المؤتمر وايضا عن امبارح ورد فعل الصحافه ورد فعل الجماهير الاهلاويه اللي شافت امبارح يوم جميل من خلال مباراه اتلتيكو مدريد والاهلي في تحت شعار السلام ولا للارهاب، هيكون كلامه طبعا معايا عن هذا الحوار. استاذ شريف عبد القادر برحب بحضرتك. اهلا بيك استاذ كابتن محمد، نورك، انا سعيد موجود في قناه الاهلي، وان شاء الله يكون يوم جميل واخبار ساره لجماهير النادي الاهلي كلها في مصر وبره مصر. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا محمد سعيد مراسلنا، طبعا يعني هيتكلم معانا عن المؤتمر وما يحدث حتى الان في التجهيزات لهذا المؤتمر، اتفضل يا محمد. واهلا بالزميل شريف عبد القادر الناقد الرياضي من احدى الفنادق الكبرى القريبه من مقر الجزيره والمؤتمر الصحفي الهام للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في هذه اللحظات. ينتظر المؤتمر الصحفي الذي تم الاعلان عن اقامته بالامس، تم الاعلان عن اقامته بالامس ودون اعلان حتى هذه اللحظات، لكن يمكن الاعلان عن مؤتمر صحفي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في 5 من مساء الأحد اليوم الموافق 31 من شهر ديسمبر في نهاية عام 2017. جميع النادي الأهلي في الوطن العربي الكبير وفي مصر جميع ينتظر تفاصيل هذا المؤتمر الصحفي الذي تم وضع عنوان رئيسي له بكلمة مشروع القرن، جملة مشروع القرن، عنوان هذا المؤتمر الصحفي هو مشروع القرن. لكن بداية هذا المؤتمر الصحفي سيحضره الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ودكتور ركان الحسي رئيس مجلس إدارة شركة صلة الدولية وهي شركة رعاية للنادي الأهلي. المؤتمر الصحفي بالطبع هناك فيه تفاصيل عديدة جدا عن المشروع الذي ينوي إطلاقه مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وتحديدا بداية عام 2018، لكن حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على إعلان هذا المؤتمر وهذه التفاصيل في اليوم الأخير من السنة كفرصة لإسعاد جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، خاصة أن المشروع سيكون مباشر لأعضاء وجماهير النادي الأهلي في كل مكان. نعلم جميعا أن المجلس قبل انتخابه كان هناك مشروع مقدم طبعا للانتخابات وتحدث فيه المجلس عن عائلة
الأهلي وبعض المشروعات الإنشائية والهندسية بالنسبة للنادي الأهلي، وأيضا مشروعات تهم قطاع كبير جدا من جماهير النادي الأهلي في كل مكان. فبدأ المجلس عمله بشكل مباشر وبشكل مستمر منذ أن تم انتخابه في 30 من شهر نوفمبر الماضي، وبالضبط بعد شهر بالعام شهر بالتمام والكمال منذ انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم المجلس أو الكابتن محمود الخطيب يشرح في مؤتمر صحفي كبير تفاصيل عن مشروع وصفوها بكلمة أو جملة مشروع القرن. هذا المشروع سيتم إعلان فيه تفاصيل عديدة، لكن الشيء المميز أنه لم يعلن أي تفاصيل حتى هذه اللحظات، والكل بيتكهن من الأمس حول هذه التفاصيل وحول هذا المؤتمر وحول أحداث هذا المؤتمر وما من الممكن أن يتم الإعلان عنه. البعض ذهب لاستفسارات عديدة، والبعض ذهب إلى توقعات وتنبؤات بإمكانية إقامة مشروع أو إقامة مشروع تجاري في أماكن كثيرة خلال الفترة الحالية، لكن الجميع ينتظر تفاصيل هذا المؤتمر الصحفي والذي تم عنوانه بجملة مشروع القرن. كابتن محمد فاروق هنا من داخل طبعا إحدى الفنادق الكبرى، لكن جملة أخيرة أحب أن أذكرها قبل بداية هذا المؤتمر الصحفي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بدأ اجتماعه الرسمي في الساعة 1:30 ظهرا اليوم داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وبعد لحظات قليلة سيتوجه كابتن محمود الخطيب أثناء الاجتماع الرسمي إلى مقر إقامة المؤتمر الصحفي وإعلان هذا المشروع في وجود دكتور ركان الحرسي رئيس مجلس إدارة شركة سلا السعودية. الجميع على هبة الاستعداد، الجميع ينتظر وصول الكابتن محمود الخطيب، وسائل إعلام عديدة متواجدة هنا داخل قاعة المؤتمر الصحفي. إليك الكلمة كابتن محمد فاروق، إذا كان لديك أي استفسارات أخرى بخصوص هذا المؤتمر قبل انطلاقه بعد لحظات قليلة. شكرك يا محمد، يعني أكيد متواصلين معاك حتى يعني موعد المؤتمر والإعلان عن المفاجآت اللي سوف تكون إن شاء الله في هذا المؤتمر. نتمنى طبعا هي تحت شعار عائلة الأهلي تطويره أو مشروع القرن، تطوير طبعا ومبادئ تطوير وتاريخ النادي الأهلي، كل ده احنا نتمنى ان شاء الله يكون في اطار خدمه هذا الكيان الكبير وخدمه جميع الاهلاويه. امبارح كابتن محمود الخطيب طبعا ما حضرش مباراه اتلتيكو مدريد نتيجه طبعا الاجتماعات الخاصه بهذا المؤتمر وترتيب بعض الامور الخاصه بالمفاجات ان شاء الله اللي هتكون في هذا المؤتمر. استاذ شريف خليني ارجع لك مره ثانيه، رحب بيك مره ثانيه طبعا. هنروحنا سريعا لمحمد سعيد زميلنا عشان نشوف اخر التطورات في هذا المؤتمر، لكن خلينا نبتدي معاك من مباراه الامس، لان احنا قدامنا وقت طويل هنشوف كل المفاجآت اللي موجوده في هذا المؤتمر نقدر نتكلم فيها، لكن الامس كان في يوم رائع، يوم برضو كان تم ترتيبه من خلال مجلس اداره كابتن محمود الخطيب والمجلس بالكامل ليكون في يوم رائع في حضور فريق كبير زي اتلتيكو مدريد، فريق جايب برضو بيدي رساله من خلال تواجده هنا على ارض مصر، رساله سلام للعالم كله من خلال طبعا نادي الوطنيه النادي الاهلي. المؤكد ان الرساله وصلت الحمد لله، اليوم عدى بشكل جيد جدا، التنظيم كان أكثر من رائع، الحضور الجماهيري كان مبهر، وده كان ملفت جدا بالنسبة للاعبي أتلتيكو مدريد، كل كلامهم عن الحضور الجماهيري والمؤازرة وحتى تشجيع الجمهور النادي الأهلي لأتلتيكو في بعض أحيان المباراة، تواجد اللاعبين العرب ونجوم الكرة العربية من السعودية ودول أخرى، تواجد نجوم الكرة المصرية من أندية أخرى، كل ده الأجواء قناة النادي الأهلي نفسها صحيح. اليوم كان حاجة جميلة جدا، كان حاجة حافلة، وطبعا كان خلال اليوم كان برضو تألق محمد صلاح في صحيح. في مباراة ليفربول صحيح، راحتنا الصراحة ان هو يحرز هدفين يعني فخر طبعا طبعا، تردد باسم مصر باستمرار في المحافل العالمية بتخلي الوضع مختلف جدا، فهو اليوم كان من أوله يعني لآخره كان يوم جميل جدا. التغطية الإعلامية من قناة الأهلي كانت حاجة مميزة جدا، سواء الاستوديو هنا او هناك، طاقم المراسلين، الاعداد، يعني حاجه كانت مميزه جدا، واختتم بالمهرجان نفسه او المباراه نفسها اللي يعني زي ما شفنا النهارده وتابعنا النهارده او من امبارح حتى الصحف الاسبانيه بتتكلم عن المباراه وعن الرساله، ايضا تصريحات سيميوني وجريزمان و المحرز الهاتريك جاميرو بعد المباراه مع قناة هنا، كانت التصريحات كلها إيجابية وبتعكس مدى حرصهم على إيصال الرسالة. طبعا احنا بنمر بظرف صعب، وقبلها بيوم كان في حادث مؤسف لبعض شهدائنا من إخواتنا الأقباط وبعض رجال الأمن، يعني ربنا تقبلهم برحمته، وإن شاء الله يكون دي آخر العمليات الإرهابية ونكون نقدر نخلص على كل الإرهابيين الموجودين في وطننا في مصر.
بالتأكيد المباراة تحمل معاني كثيرة جدا، المباراة تحمل يعني رسالة واضحة ان مصر لن يهزها الارهاب. شفنا المشهد بتاع حتى القبض على الارهابي والمصريين هم يعني بعيدا عن الامن او الدور الامني، المواطنين هم اللي بيهجموا عليه، وكان معرضين لاي واحد ممكن يتعرض لخطر ان هو مثلا الحزام الناسف اللي لابسه دوت او بالاهالي اللي ماسكه في ايده دوت يضرب طلقه ولا حاجه. لكن يعني فعلا فعلا ده رساله واضحه ان احنا ما حدش هيقدر يهزنا، الارهاب لن ينال من الشعب المصري ولا من عزيمه الشعب المصري، كلنا ولا ورا جيشنا ورا شرطتنا. بالتاكيد المباراه امبارح جت في توقيت مناسب جدا، توقيت سليم جدا. نشكر المستشار تركي آل الشيخ على رعايته لهذه المباراه وهذا المهرجان، وشقانا في المملكه العربيه السعوديه على حضورهم سواء لاعبين او مسؤولين ومشاركتهم في هذا المهرجان. حقيقي واحنا بنتكلم على المباراه كده، لكن احنا التفكير نفسه ان مجلس اداره النادي الاهلي اكيد وهو في البرنامج الانتخابي بتاعه اللي احنا بنتكلم هو عائله الاهلي، كان حاطط فعلا في البرنامج الانتخابي بتاعه مباراه زي كده دعما سواء لشهداء الوطن او للوطن بشكل عام، وتوصيل رساله ان كره القدم يا استاذ شريف هي لغه عالميه ممكن توصل من خلاله للعالم كله. انت ما انت عايز توصل الرساله دي رساله معينه، وهي طبعا ان بلدنا في امن وامان ودائما ارض السلام هي مصر، واعتقد ان هي زي ما انت بتتكلم هي وصلت. لكن التفكير نفسه من مجلس اداره في البرنامج الانتخابي اعتقد كان مميز جدا بانه كمان سريعا ينفذ هذه الجزئيه. بص حضرتك، اولا البرنامج كان يعني بعيدا عن الانشاءات والجوانب الاجتماعيه والجوانب الرياضيه والثقافيه داخل النادي، كان في نقاط مهمة جدا عن دور النادي الأهلي كنادي الوطنية أو كنادي هو الأعرق في مصر وصاحب التاريخ الكبير والبطولات والإنجازات، دوره في مصر وفي أفريقيا. في مصر متهيألي البداية كانت امبارح، وبالتأكيد دي حتى هيبقى في حاجات كتيرة مشابهة لهذا الحدث. بقالنا فترة على فكرة مفيش مباريات بتتلعب بالشكل دوت جوه مصر، كنا بنلعب خارج مصر. الإمارات صحيح آخر يعني مباراة آخر كانت روما. وقبل كده كان في دول تانية وكان برضو مباريات مع أندية كبيرة. صحيح. كون إن أتلتيكو يجوا مصر في التوقيت دوت بعد الكريسماس في إجازة الدوري الإسباني، لا يعكس حاجات كتيرة جدا، وبيعكس مدى دور الأندية كلها في مصر والأهلي تحديدا باعتباره نادي القرن والنادي الاهم والاكثر شعبيه داخل وخارج مصر، ان هو ده دور بنأديه. وكان واضح جدا في كلام الكابتن محمود الخطيب خلال المؤتمر الصحفي اللي اعلن فيه عن البرنامج قائمته على الدور ده، وقال على الاكاديميات اللي هتنشا في قاره افريقيا والاكاديميات هتنشا في بعض الدول العربيه والخليجيه، قال على تواصل فروع الاهلي في افريقيا. كل دي حاجات ده دور اجتماعي واقتصادي وسياسي بتلعبه الرياضة في خدمة البلد أو في خدمة الدولة. بالتأكيد كابتن محمود خطيب ومجلسه يعني زي ما انت قلت في أحداث متلاحقة، في قرارات سريعة، في تنفيذ. مفروض انت بتشتغل على حاجة وفي نفس الوقت في حدث تاني. حدث تاني يعني في حدث مهم جدا، وهو زي ما قال أخونا محمد سعيد على مشروع القرن، وده عارفين ان هو مشروع القرن اللي هو استاد الاهلي، الحلم الذي طال ان شاء الله يعني ده الحلم الذي طال انتظاره لجماهير النادي الاهلي ومتهيألي جماهير الكره المصريه. ان النادي الاهلي والزمالك يبقى عندهم ملعب خاص بيهم زي كل العالم. الاهلي بتاريخه ببطولاته بانجازاته بكؤوسه بدروعه بالكلام ده كله المفروض ان هو يبقى له متحف جوه ملعبه او جوه الاستاد الخاص بيه. صحيح. زي ما بنشوفنا في البرنابيو وفي كامب نو وفي اليانز ارينا وفي الاولد ترافورد، كل الملاعب دي لما زرتها لازم اهم حاجه. وبعدين استثمار جاي جدا، ومول وبارك ومناطق الترفيه ومطاعم، كل ده موجود. طبعا هو مش مشروع كوره بس او مش ملعب كوره فقط، ده هيبقى مشروع فعلا مشروع القرن بالنسبه للنادي الاهلي، ونتمنى ان باقي الانديه المصريه تحذو حزو الاهلي في هذا المشروع. جزء من البرنامج بالتاكيد طبعا ده كان جزء مهم جدا، وشفنا البرزنتيشن اللي اتعمل من الشركه. صحيح. الانجليزيه اللي جت عملت برزنتيشن وقالت على بعض الاستادات وان احنا ممكن نعمل زيها هنا في مصر او حاجه شبيهه ليها، وشفنا طريقه الملاعب ازاي
واماكن الترفيه والاماكن البارك والمول التجاري وكل وازاي هنعمل متحف الاهلي تاريخه كبير جدا. وزي ما شفنا حتى المكان الموجود فيه الكوز رغم التجديدات اللي حصلت فيه لانه برضو ضيق والدنيا مش طبعاً. لكن لما يتوزع على المدرجات بالكامل ويعني بشكل مختلف في البرنابيو ثلاث ادوار بتطلعوا مع حضرتك وتشوف بقى تاريخ النادي من نشاته من اول مباراه من اول كوره من اول صحيح. حذاء صحيح. اتلعب بيه صحيح. كل ده بتشوفه. طيب هرجع لك يا استاذ شريف ونرجع نكمل كلامنا على بعض الامور في البرنامج الانتخابي اللي بتتم تنفيذها بمنتهى السرعه من خلال طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلسه اكيد موجود دلوقتي زميلنا امير هشام واكيد برضو بعض من مقر المؤتمر اكيد بعض الامور الخاصه بالمؤتمر وتجهيزاته هتكون مع زميلنا امير هشام. اتفضل امير. فاروق تحياتي للاستاذ شريف عبد القادر وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي ومجلس ادارته على وشك اعلان عن مشروع ضخم جدا للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي، وده الهدف الاساسي اللي بيشتغل من خلاله مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. لسه المفاجات بتتوالى طبعا بعد مباراه اتلتيكو مدريد بالامس والهدف الوطني من هذه المباراه، لكن ايضا في اهداف اخرى بيشتغل عليها مجلس اداره النادي الاهلي خلال الفترة الحالية وأيضا خلال الفترات أكيد القادمة، وكل ده أكيد عشان خاطر أعضاء وجماهير النادي الأهلي في كل مكان. لكن خليني أقول لك إن معايا في هذه اللحظات يا كابتن فاروق دكتور عادل كريم طبعا الناقد الرياضي بموقع في الجول. دكتور عادل برحب بك في البداية. اهلا بك يا امير واهلا بكابتن فاروق واستاذ شريف وكل مشاهدي قناه الاهلي طبعا. مؤتمر النهارده مهم جدا، تواجد الكابتن محمود الخطيب اكيد هيكون في مفاجات لجمهور النادي الاهلي. شايف مجلس الاداره بيشتغل من اول يوم كان متواجد فيه، فوجئنا بالاعلان عن مباراه اتلتيكو مدريد ومدى اهميه هذه المباراه كلنا زي ما كلنا عارفين، وايضا في اكيد مفاجات اخرى هتكون من خلال المؤتمر النهارده، انطباعاتك وشايف الامور ازاي؟ اكيد طبعا يعني مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب والمجموعه اللي معاه كلها كان عليهم دور كبير من اول يوم، هم عارفين ده كويس من يوم ما جم، خدوا ثقه اكبر جماعه عموميه في تاريخ النادي الاهلي ومن اكبر جماعات في تاريخ الانديه المصريه عموما، خدوا ثقه ملايين من محبي وجمهور النادي الاهلي من اول يوم. هم او الكابتن الخطيب يمكن والمجموعه اللي معاه ما وقفوش من اول لحظه، كانت اول مفاجاه زي ما انت قلت مباراه اتلتيكو مدريد اللي كان شكلها امبارح فعلا حاجه تفرح وتشرف لكل اللي موجودين. ما بنتكلمش من الناحيه الفنيه، بنتكلم من الناحيه التنظيميه ومن ناحيه الهدف المطلوب من المباراه كان شيء رائع جدا. اعتقد كمان لو بصيت النهارده على الصحف الاسبانيه بتتكلم عن المباراه ازاي، امبارح الناس كانت بتتكلم ازاي دييغو سيميوني وفرحته بالحضور اللي كان موجود وفرحته بالمباراه نفسها وبالتجربه، اعتقد ده كان نجاح كبير جدا. فاجئنا كابتن الخطيب امبارح بالاعلان عن المؤتمر الصحفي ده النهارده، وادينا منتظرين المفاجاه ان شاء الله ومتاكدين انها اكيد مفاجاه في صالح النادي الاهلي. اعتقد فكره ان قائمه كابتن الخطيب كانت عامله برنامج، ده كان اول مره يمكن في تاريخ الانديه المصريه نلاقي برنامج، فهم الزموا نفسهم بحاجه قويه جدا احنا منتظرينها. البدايه ان شاء الله هتكون النهارده مع بدايه العام الجديد، ده شايف ان هي كمان اختيار موفق جدا للميعاد بالظبط. انت بتقول احنا بننهي عام وبنبتدي عام بطريقه كويسه جدا. اعتقد ان شاء الله الناس يمكن من امبارح كله قاعد بيفكر ايه هي المفاجاه ايه هي المفاجاه. احنا قدامنا دقايق ان شاء الله ونعرف باذن الله، واعتقد دي مش هتكون اخر مفاجاه يعني لسه في حاجات كتير. انت من الاهلاويه الكبار طبعا كلنا عارفين، قول لي انت تمنياتك وتوقعاتك ايه المفاجات اللي ممكن تكون متواجده في المؤتمر النهارده؟ انت عارف طبعا يعني حلمنا كلنا كاهلاويه استاد الاهلي طبعا يعني اكيد، وعارفين ان كابتن الخطيب قال في البرنامج بتاعه كل التفاصيل، فمنتظرين بقى نشوف التحرك الفعلي واعتقد ان ده هيحصل. انا كمان كعضو في النادي الاهلي شايف ان شاء الله هيبقى في حاجات للاعضاء، اتمنى ان شاء الله نشوف حاجات لاولادي، حتى انا عايز اشوف بناتي في النادي اشوف لهم حاجه في الفتره اللي جايه. للجمهور اتمنى ان شاء الله يبقى فيه طبعا الاستاد، ده حلم كبير جدا زي ما بقول لك طول عمرنا بنحلم. الاهلاويه اكيد مستنيين موضوع الاستاد ده بفارغ الصبر اكيد. طول عمرنا بنحلم بيه يعني ومستنيين اليوم ده يعني بتاعنا، استادنا بقى الملعب بتاعنا، نبقى اول نادي في مصر ان شاء الله عنده الملعب بتاعه. مستنيين كمان يبقى فيه خطوات باذن الله لان الجمهور يرجع تاني، واعتقد ان كابتن الخطيب من اول يوم قال الكلام ده وده هيحصل باذن الله قريب ان شاء الله، يعني ما كانش السنه يبقى الموسم الجاي باذن الله تعالى. يعني حاجات كتير قوي يعني مستنيين حاجات كتير قوي، بس الفكره ان انت مستني وانت عندك ثقه
يعني الحمد لله الكابتن خطيب مش محتاج ان حد يتكلم عنه، والمجموعه اللي معاه مش محتاجه برضو الكلام ده، وشايفين زي ما انت قلت يمكن من اول يوم تحره، فالواحد منتظر بثقه وان شاء الله ده هيحصل قريب باذن الله. النهارده مش هتكون اخر مفاجات، اكيد اكيد هيكون في مفاجات اخرى ان شاء الله. النهارده هتبقى مفاجات من ضمن المفاجات العديده جدا بيحضرها مجلس الاداره. زي ما انا قلت لك لسه، وان فكره ان انت بتبتدي السنه بحاجه زي كده، فانت بتقول يعني برضو دي رساله مع ان انت بتدي هديه السنه، ان دي احنا بس بدايه، دي مجرد بدايه. فاعتقد فعلا زي ما انت قلت مش اخر حاجه، لسه كتير ان شاء الله. الناس ما بقولهمش 3 4 اسابيع، ما كملناش احنا شهر بالظبط، يعني النهارده بالظبط كده يبقى شهر. وطبعا انت عارف كمان المجلس يمكن في الشهر ده اجتمع 3 4 مرات، النهارده في اجتماع بدا الصبح والناس جايه التورة في اجتماعات المكتب التنفيذي كل يومين تقريبا. فان شاء الله لا يعني اكيد اللي جاي احسن باذن الله، وثقه كبيره جدا في ان ده هيحصل ان شاء الله مع النادي الاهلي. بورسو انت معايا برضو نتكلم عن مباراه الامس ومباراه الاهلي واتلتيكو مدريد وتواجد عدد كبير من الجمهور، ورايك كمان في تغطيه النادي الاهلي هذه المباراه او قناه النادي الاهلي بتحديدا. يعني اولا طبعا يعني ببارك لقناه النادي الاهلي انها ترجع ثاني الحمد لله تنقل ماتشات الاهلي، واكيد اللي جاي ان شاء الله برضو احسن، ومستنيين ان نشوف ماتشات الاهلي على قناتنا، ده بيتنا يعني. الحمد لله طبعا زي ما قلت لك الحدث فنيا ما كانش له القيمه الكبيره قوي، لان احنا كان الهدف اكبر، كان الاهلي عنده مباراه في الدوري قبلها بيوم، عنده مباراه في الدوري بعد بكره، فده اهم اكيد بالنسبه لكابتن حسام والجهاز الفني. لكن مع ذلك هو امبارح كسب كتير قوي من اللعيبه اللي شاركت في المباراه، شفنا تالق مثلا لعيبه في كل المراكز، يمكن من اول احمد عادل في حارس المرمى قدم ماتش كويس جدا، شفنا مدافع زي محمد عبد المنعم الشاب، شفنا لعيبه بقالها فتره ما بتلعبش زي عمرو بركات وميدو جابر. فان شاء الله باذن الله شايف ان برده حتى رغم ان ده مش ده الهدف، انما احنا استفدنا فنيا كمان. غير كده بقى جماهيريا الحمد لله كان ماتش جميل جدا، حضور مميز جدا. زي ما قلت لسه بقول لك الاشاده بتاعت الجرايد الاسبانيه واشاده اتلتيكو مدريد بالمباراه نفسها دي حاجه كويسه. الهدف شايف التنظيم كمان كان رائع جدا امبارح، بدايه المباراه العرض اللي حصل المبسط ده، طبعا يعني نتيجه الظروف اللي احنا فيها، وطبعا اكيد بنعزي مصر كلها، اتلغت الحفله الفنيه، لكن مع ذلك حصل عرض مبسط جدا بشكل محترم جدا. احنا اكيد طبعا النادي الاهلي معودنا على ده، واكيد برضو زي ما قلت لك مش اخر حدث ان شاء الله، يعني خلال الموسم ده او الموسم الجاي هيبقى عندنا حدث اكبر كمان. فالحمد لله، وزي ما ابتديت بقى اقول لك يعني ببارك لقناه الاهلي طبعا الحمد لله على شكل جديد، وان شاء الله برضو اللي جاي احسن بكتير. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. ده طبعا كان لقاءنا مع الدكتور عادل كرايم الناقد الرياضي، واكيد خلاص دقائق قليله ويبتدي هذا المؤتمر الصحفي الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي بالتحديد الكابتن محمود الخطيب للاعلان عن مشروع القرن زي ما احنا شايفين في خلفيه، اكيد شيء جيد وشيء مهم جدا، وكل جمهور النادي الاهلي منتظر ان شاء الله خلال لحظات الاعلان عن هذا المشروع الضخم، واللي اكيد هيكون العائد الخاص به على كل جمهور النادي الاهلي هو ده الهدف الاساسي اللي بيشتغل من خلاله مجلس اداره النادي الاهلي الحالي. اعود لك يا كابتن فاروق. اشكرك يا امير، ان شاء الله كده يكون يوم جميل زي ما احنا شفناه امبارح، نشوف كمان النهارده ايام جميله للاهلي، ودائما ان شاء الله في ظل وجود إدارة محترفة زي ما احنا بنتكلم دائما النادي الأهلي في المقدمة. أستاذ شريف، واحنا بنتكلم على مباراة الأمس وما زلنا مستمرين في كلامنا، هي دائما الإدارة الرياضية بيبقى ليها الرؤية أو الفيجن اللي احنا بنتكلم عليه، وبتبتدي تتحرك من خلال هذه الرؤية، وبتبتدي تحط أهدافها واستراتيجيتها للمرحلة المقبلة. احنا شفنا زي ما بتكلم كده التطور سريع او الخطوات سريعه، مباراه ثم مشروع القرن هنبتدي نعلن عنه من خلال المؤتمر، ثم امور كثيره ممكن تيجي من خلال البرنامج الانتخابي الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. بص، اولا كل قرار او ايفنت او تظاهره تحدث داخل النادي الاهلي ليست وليده صدفه، والحدث اللي احنا هنشوفه النهارده او هنتابعه النهارده على شاشه قناه الاهلي المؤتمر الصحفي ده متجهز له من ايام الحمله الانتخابيه. يعني والناس بتعرض برنامجها وكده، كان في تجهيزات للوصول الى ان هو خلال اقل من شهر يتعمل مؤتمر صحفي يتعلم فيه. مباراه الامس نفس الحكايه. بخبرات الكابتن محمود الخطيب عبر 30 سنه اداره جوه النادي الاهلي وفي عمله الخاص، وجود الاستاذ العامري فاروق بعقليته المنظمه وباقي اعضاء المجلس، اعتقد ان مفيش حاجه هتتم الا هتكون معده مسبقا، مرتب ليها بشكل جيد جدا. مش هتتم اي حاجه اللي هو بنشوفه وبعدين يطلع في الاخر حاجه ما حصلتش زي ما حدث في فترات سابقه، لكل حاجه هتتم وفق معايير واسس ونظام معد سلفا. قد يحدث بعض يعني حاجه اتاخرت، لكن كله هيبقى محطوط على التراك، وكله معروف توقيتات اعلانه امتى
وتوقيتات بدء فيه امتى، سواء جانب انشائي، جانب اجتماعي، جانب رياضي، كل حاجه معروفه هتتم ازاي خلال المرحله. خلي بالك الاهلي لسه، حتى المجلس الحالي لسه ما استلمش النادي بشكل رسمي. لسه في شهر، انت بتتكلم في شهر، لسه ما استلمش بشكل رسمي من الجهه الاداريه والكلام، لكن هو بيدير بيعدي مرحله لغايه النهارده 31 زي ما قيل، في بعض القرارات مؤجله، ويمكن مجلس الاداره النهارده المنعقد حاليا يعني يطلع ببعض القرارات اللي كانت مؤجل صدورها ويحسم بعض الملفات المعلقه في اداره النادي و و لاخره، وبعض الادارات الماليه والحاجات دي اللي موجوده جوه النادي، ده قد تحسم اليوم. لكن هتلاقي كل قرار بيصدر عن المجلس صادر عن دراسه، عن وعي، عن رؤيه مستقبليه، عن ترتيب مسبق لصدور هذا القرار. بالتاكيد المباراه امس ديت معروف من فتره طويله، وكان في زيارات للكابتن محمود خطيب لاشقائنا في المملكه العربيه السعوديه، او هم جم زاروه، وفي اتفاقات على المباراه، وان هو اول ما يتم الاعلان عن فوز قائمه الكابتن محمود الخطيب بانتخابات النادي الاهلي، انه هيتم الاعلان عن تنظيم هذه المباراه برعايه من المملكه العربيه السعوديه، او من المستشار تحديدا المستشار تركي آل الشيخ رئيس رعايه الشباب والرياضه في المملكه. بالتاكيد كل حاجه معروفه، وبالتاكيد يعني حاله اللي هي مش عايز اقول نلصم او يعني لا، ما مش هيبقى موجود الكلام ده كله مع الخبرات اللي موجوده داخل النادي المجلس حاليا، والشباب اللي جم لاول مره يكونوا او يشرفوا بعضويه مجلس اداره، اعتقد وخبراتهم اللي موجوده سواء سراج او مهند او جرحي او الكابتن طارق انديل او الضماطي او المجموعه دي، وطبعا بالاضافه طبعا الخبرات رانيا علواني ومهندس خالد مرتجي والاستاذ دلالي، كل دول خبرات سابقه، ولكن كل المنظومه دي كلها هتمشي في خط اللي اتضع فيه البرنامج اللي صدر قبل ايام الحمله الانتخابيه. وهو الكلام على الشكل العلمي الاحترافي، بالتاكيد طبعا، بالتاكيد طبعا المميزه واللي بتجتمع وهيستكمل طبعا. يعني في حاجات بدات، وفي حاجات كانت لسه متوقفه، في حاجات هتستكمل، في حاجات هيتم تجديدها، يعني عارفين ان في هيحصل طفره انشائيه جديده داخل النادي الاهلي والجزيره ومدينه نصر، وفي انشاءات جديده في الشيخ زايد، وهنبتدي في مرحله التجمع الخامس بدء في تلقي طلبات العضويه في فرع التجمع الخامس، والبدء في انشاء النادي. طيب خليني بس نرجع للمباراه الامس، ويمكن الدور كان مهم جدا ان بعض النجوم العرب كانوا متواجدين يا استاذ شريف، واعتقد دي برضو رساله بنوصلها من خلال وجود النجوم العرب. يعني احنا كان عندنا من الامارات والبحرين ومن السعوديه حتى اللاعبين بتوعنا المحترفين في الدوري السعودي متواجدين، كهربا وحسام غالي، كهربا في الدوري المصري متواجد ايضا بعض اللاعبين، يعني مجموعه من اللعيبه، احمد رفعت من الزمالك متواجد امبارح على فكره، يعني عشان الزمالك كان لسه لاعب ماتش كانوا مش متخيلين، عنده اصابات واللعيبه كلهم في اسيوط. صحيح. لا جه احمد رفعت مثل نادي الزمالك. رساله اللاعبين العرب بالذات يا استاذ شريف كانت مهمه برضو تواجدهم. اولا تلحظ في الوجوه سعاده، تحس وهم موجودين في اولا سعاده انا موجود في مصر، سعاده بشيرت الاهلي، سعاده انا بنلاعب اتلتيكو مدريد احد انديه الصف الاول في اوروبا، ثالث الجماهيريه في اسبانيا الشعبيه. لا في حاله سعاده من اللاعبين المشاركين، وفي حرص ان هم موجودين، والمساله ما كانتش يعني ما لا من المساله كان فيها برضو شيء من الجديه جدا، كان في شيء من كبير جدا من الجديه جداً. يعني هو الماتش بشكل عام يعني الفنيات يعني الواحد ما كانش ده الاهتمام الاول، كان رائع يعني مجموعه اللاعبين كلهم ما شاء الله، يعني بص مولد فهد مولد اول ما بدا المباراه الاولاني كان هايل، لا كان في اكثر من لعيب وتحس ان كان في جديه وفي اصرار ونفس الشيء بالنسبه للاعيبه اتلتيكو، يمكن كانوا في البدايه شويه في تخوف وبتاع كده، لكن بعد كده لما النتيجه بقت لصالح الاهلي وبتاع لا كان في شدوا شويه وضغطوا لغايه ما حققوا التعادل ثم الفوز، لا كان في اهتمام. هي بشكل عام التظاهره كلها على بعضها كانت جميله، وكان يعني وعكست
حاجات يعني ايجابيه كثيره جدا في توقيت حساس ومهم تمر بيه مصر العربي كله كمان يا استاذ ويمر بيه الوطن العربي كله. يعني شفنا حتى رساله الجماهير يمكن اشار ليها زميلنا الاستاذ اشرف محمود اللي هي قدس عربيه. دي حاجه كانت مهمه جدا ان الجمهور 50,000 مصري في المدرجات بيعبروا عن شعب مصر وعن وقوفه مع القضيه الفلسطينيه وعن قدسيه عربيه القدس. فلا ففي في يعني في اكتر من رساله مهمه وفي اكتر جانب فني بسيط جدا استفاد منه النادي الاهلي. بعض اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل منتظم اللي كانت بعيده اللي راجعه من الاصابه مروان محسن لا شاركت في المباراه وشفنا يعني لحد كبير واقفين على رجلهم وقادرين احمد الشيخ واو والاخره اللي هم بعيد يعني بيشارك على على فترات متابعه. بشكل عام لا في فوائد كتيره جدا جدا استفدنا منها كالنادي الاهلي ومصر والكره المصريه حقيقي. واحنا بنتكلم ما زلنا عن المباراه استاذ شريف في الحقيقه يعني انا بس يعني الرسائل بقى ما بعد المباراه من خلال فريق اتلتيكو. خلي بالك هو كان جاي جد جدا هو جه اول امبارح سيموني ما بيهزرش ما بيهزرش حتى زي ما كان بيلعب ما بيهزرش يعني. فبتتكلم ان هو جم اول امبارح لعبوا المباراه مشوا على طول يعني ما حاولوش حتى ينزلوا القاهره يشوفوا الاهرامات اللي ممكن يكونوا بيسمعوا عنها ولكن كانوا سعداء جدا. وحتى يعني تصريحات سيموني بعد المباراه ان لا انا قابلنا بالترحاب الكبير جدا من شعب مصر. وده برضو اللي بقولك واحنا بنلعب هذه المباراه في اسبان بيتفرجوا في قناه الاهلي موجوده في اوروبا اكيد بيتفرجوا فبالتالي لا يعني واضح جدا ان رساله كانت قويه جدا حتى لقيمه النادي الاهلي في الدول الاوروبيه. وده اللي انت عايز تشتغل عليه في الفتره الجايه اعتقد ده برضو موجود في البرنامج الانتخابي انك توصل العالميه فقط مش من المشاركات في بطوله العالم للانديه لا انك بتوصل من خلال تتكلم عن فرق كبيره الفريق او الطرف الثاني في ديربي مدريد. يعني ما تتكلمش عن نادي قليل لا نادي تاني اوروبا دوري ابطال اوروبا مرتين في اخر ثلاث سنين لا يعني نادي مهم ونادي كبير وفي لعيبه مهمه جدا ولعيبه حط انظار انديه كبيره جدا في اوروبا ومعاهم مدرب اكثر من خمس سنين ولا ست سنين ماشي بشكل كويس جدا محقق بطولات محقق انجازات بيطلع وصيف في الدوري بيطلع وصيف في دوري الابطال وكان قاب قوسين او ادنى ياخد بطوله دوري الابطال لولا التوقيت الوقت الضايع اتحسب لريال مدريد لغايه ما راموس جاب الجول تعادل 1-1 فلا لا فريق مهم وفريق يعني له طابع مميز وله كرته الخاصه ومن الانديه اللي ما بتحبش تخسر يعني فريق عنيد جدا في الدوري الاسباني يعني سيميوني يعني غلاوي هو بس اخر ماتش اتغلبوا فيه امام اسبانيول دي برده مؤثره معاهم في كانت مفاجاه شويه هم اتخضوا 2-0 اتخضوا خلي بالك يا استاذ شريف طبعا في بدايه الشوط في بدايه المباراه لا ومؤمن زكريا حطها يعني يعني جات له اكتر من مره في الدوري ما جابهاش جابها في اتلتيكو مدريد عشان يخش التاريخ ويبقى احسن وداع ليه لجمهور النادي الاهلي قبل رحله احترافه في الدوري الامارات. بالتاكيد المباراه عكست صوره ايجابيه كبيره جدا. رد الفعل الاعلام الاسباني النهارده وامبارح كان مهم جدا. تصريحات رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم عادل عزت قال لك المباراه حملت رساله انسانيه ومضامين مهمة جدا عن السلام وعن ان كل الشعوب العربية معا ضد الارهاب من اجل السلام. طيب خليني اروح بقى استاذ شريف واحنا بنقترب من موعد الاعلان عن المفاجآت في المؤتمر الصحفي بدء المؤتمر يعني خلينا نتكلم العائلة الاهلي وده كان اسم مهم جدا كابتن محمود الخطيب اختاره في البرنامج الانتخابي الخاص به وكان ابتدى من جزئيه التاريخ ومبادئ وتطوير ثم الفروع الاخرى اللي هي الانشاءات والاستثمار والموارد المبتكره والاداره المحترفه ثم بقى الخدمات الاجتماعيه والنشاط الرياضي و كيان النادي الاهلي بما فيه كله يعني ده الشكل اللي كان موجود بالنسبه للبرنامج الانتخابي اللي تحت مسمى عائله الاهلي. شوف النهارده ازاي واللي انت تتوقعه انه يبقى موجود منه ازاي. بص حضرتك يمكن في الحفله الاخيره اللي عملها الكابتن محمود الخطيب الاحتفال بالنجاح القايمه وكده اشار لهذا وازاي الاسم ده جه يعني وان كان في اكتر من طرف شاركوا في اطلاق اسم عائله الاهلي على البرنامج الانتخابي بتاعه. للاسف احنا عانينا في الفتره السابقه او النادي الاهلي عانى في الفتره السابقه من تدخلات خارجيه ومن يعني زي ما كانوا بيقولوا بقى يعني تدخل ناس منتمين لانديه اخرى في اداره النادي او ان هم ليهم صوت جوه النادي او الى اخره
وحتى هنا في القناة والمنظومة الإعلامية بشكل عام جوه، ويمكن ده قال أشار إليه المهندس عادل القي في أكتر من حلقة في برنامجه ملك وكتابة عن الاختراق النادي من عناصر خارجية. كان متهيألي أن ده كان الهدف الأهم من إطلاق اسم عائلة الأهلي، أن احنا أو النادي يرجع عائلة لأولاده لأبنائه، لأن كانت يعني وصلت لمرحلة صعبة جدا أن أنت بتلاقي قرارات المجلس منشورة في الجرائد قبل ما أو قرارات هتصدر عن النادي مش المجلس يعني قبل منشورة في الجرائد قبلها ب15 يوم استبعاد فلان أو إقالة فلان أو الآخر يكتب ماشي أو يتم كتابة اسمه، بعد كده بأسبوعين تلاقي الناس دي صدر لها قرار فعلا بالإقالة أو الإطاحة بيها. فكان ده الهدف من برنامج عائلة أيضا قصة عائلة الأهلي. النادي الأهلي له خصوصية وله طابع فريد يمكن عن باقي الأندية في مصر، وتشعر وكأنهم ليهم سيستم معين نظام معين حتى في التشجيع. أنا بقول لك الناس بتسألنا أنت حتى في التشجيع أنت يعني أنتوا ليه كده يعني بقعد مع مثلا مع لعيبة كرة لو هي كباتن قدامة أو حتى حاليين فإحنا كده إحنا كده هو زي ما أنت قلت كده إحنا الأهلي كده، فهم في طابع خاص اللي هو ممكن يحصل معارك جوه أوضة المجلس وجوه النادي بس ما تخرجش بره، ما تخرجش بره المجلس، ما تتسربش عن طريق الموبايل وانت قاعد في المجلس، ما تتسربش للإعلام تقارير فنية أو لآخره. كل ده ما حصلش ما بيحصلش. في أزمات وبالتأكيد كان في مشاكل وفي أخطاء في كل المجالس السابقة، ولكن يتم احتوائها داخل النادي، لا تخرج إلى الإعلام ولا تخرج لأن اللي بره ده ملوش علاقة إن في أزمة جوه المجلس ماشي وستحل، لكن تصديرها للإعلام بره بيصعبها وبيصعدها أكتر. للأسف عانينا في الفترة اللي فاتت أو النادي الأهلي عانى في الفترة اللي فاتت من إن كل حاجة بقت متاحة لأي حد، يعني أي حاجة جوه النادي الأهلي سهل جدا. للأسف بقى شبه أندية تانية، يعني للأسف وصلنا لمرحله ان النادي الاهلي بقى شبه انديه ثانيه. لا في التوقيت ده خلينا بس يعني في جزئيه عائله الاهلي، ما هو انا بقول لك هو كل ده تمام. عائله الاهلي ما ينفعش تخرج يعني معلش هي انا حضرتك عائله الكابتن محمد فاروق بالتاكيد بيحصل مشاكل في اي صحيح. بيت عندنا صحيح. لكن لو المشكله خرجت بره البيت بتوسع وتكبر، لكن طالما هي في اطار العائله هتتحل صحيح. النهارده او بكره او بعد صحيح. لكن لما بتخرج بره وتخش اطراف ثانيه ما تعرفش كل واحد بدماغه. يعني انت قصدك ده المضمون مضمون من ان انت عائله الاهلي ترجع. فهمت قصدك. حاجات كثيره تمت في فترات سابقه برنامج عائله الاهلي او ان يحمل شعار الحمله يكون اسمه عائله الاهلي كان الهدف منه ان الحاجات دي كلها نرجع بقى لعادات التقاليد والقيم والمبادئ والتاريخ والآخر ونحافظ على المسمى ده. بص حضرتك اكيد حضرتك بتسافر دول عربيه صحيح، اول ما بتنزل دوله عربيه بتعمل ايه؟ تسال الضيف او اللي بيستقبلك ده وهو مواطن خليجي مثلا انت اهلاوي ولا زملكاوي، ما بتسالوش انت بتشجع ايه في البلد. ولو زملكاوي انت كاهلاوي لازم تقعد يعني تدغش وبتاع وكده، واحنا الاهلي في فتره معينه كنت بتتكسف او تحرج ان انت تتكلم عن الاهلي نظرا لان كل حاجه بقت متاحه لاي حد، ومشاكل وخناقات ولاعيب مش عارف بيتخانق مع مدرب ولا مدير كوره، فكل ده متاح، واللي بيحصل في اوضه اللبس كان متاح لاي حد ان انت تخش جواه او تشوف ده. لازم يتم يعني لازم يرجع النادي الاهلي زي الاول. بالتاكيد كان في مشاكل وكان في بعض الترتيبات بس ما كانش ده السائد، كان بتبقى حاجات فرديه على فترات متباعده، لكن انه يبقى بشكل عام طوال فترة المجلس لا صعب. طيب نكمل كلامنا برضو عن البرنامج الانتخابي والكيان كيان النادي الاهلي والحاجة دائما انت بتشوف اعضاء النادي جمهور النادي عايز ايه، بتشوف احتياجات النادي في الفترة القادمة، رؤيتك للفترة القادمة بالنسبة لاسم النادي الكبير اللي هو من تعتبر انت من افضل اندية العالم حصولا على بتنافس ريال مدريد بتنافس برشلونة. اعتقد ان كابتن محمود الخطيب دائما والجهاء ومجلس الاداره حاطط هذه الجزئيه ازاي انت تطور الكيان الكبير ده يا استاذ شريف. بص يعني هنجزئها لحاجات مثلا قطاع الرياضه او قطاع الانشاءات والجانب الاجتماعي. بالتاكيد القطاع الاجتماعي شهد طفره كويسه او الانشاءات شهدت طفره كويسه، حاجات اتبنت وحاجات استكملت وحاجات اتجددت طوال الفتره الماضيه.
وفي حاجات لسه عايزه تستكمل وحاجات عايزه تتجدد طوال الفتره القادمه. ماشي، الجانب الاجتماعي في حدائق اطفال و والاخر والانشطه والمطاعم والكلام ده كله كان بشكل جيد جدا خلال الفتره السابقه. ولكن تعالى لي في قطاع الكره او في قطاع الرياضه، في قطاع الكره لا، الاهلي كفريق كره في 2013 2014 اكثر تتويجا، في 2017 2018 ولا بطوله افريقيه ولا لقب افريقي غير الكونفدراليه هي كانت اول موسم لما خرجنا من دوري الابطال، او الاهلي خرج من دوري الابطال وكمل في الكونفدراليه وبتوفيق الله وعماد متعب ورأسيه عماد متعب جت البطوله. ماشي، يعني كان في صعوبه شديده جدا في المباراه دي، لكن يعني كجمهور اهلي بقى او كناس بتشجع النادي الاهلي، الاهلي خد الدوري ده كتير قوي والكاس كتير قوي والسوبر المحلي، لكن ايه الاهلي؟ ايه الاهلي؟ افريقيا، مونديال، سوبر افريقي، هو ده الاهلي اللي اتعود عليه جماهيره طوال من حاجه من 2004 حتى الان، او من 2001 اللي هي بطوله 2001 اللي خدها مانويل جوزيه حتى 2014 الاهلي متواجد دائما في النهائي على الاكثر قبل النهائي. يعني ما كانش في قبل النهائي فهو في النهائي على طول، صحيح، ومن ضمن النهائيات خد البطوله 5 مرات خلال الحقبه دي، وثلاثه قبل كده في الثمانينات والتسعينات. فانت عايز الاهلي الافريقي الدوري ده، يعني اولا له مقياس لقوه النادي الاهلي، تمام، معلش مع احترام الباقي الانديه، لان يعني اتقال قبل كده كتير ان الدوري المصري نوري بقى ومسافه طويله ودور اول ودور تاني على 39 بطوله 39 بطوله والكلام ده كله، بتطلع 40 عادي ان الاهلي يفوز بالدوري، ماشي، لكن اللي مطلوب من الاهلي بطوله افريقيا وايضا الزمالك، بس الاهلي اكتر. هو انت بقيت تتطلع عليها في فتره بشكل كبير، تسيدت افريقيا في اخر 10 او 11 سنه، صحيح، ماشي، ونادي القرن والاخر والاكثر تتويجا والكلام ده كله. فكونك تعدي 3 سنين او 4 سنين توصل نهائي مره واحده وتخسره، وقبل كده بتخرج من دور الثمانيه او دوري المجموعات والكلام ده مش النادي الاهلي. فطبعا المجلس الحالي عليه عبء اعاده الاهلي لمنصه تتويج افريقيا واللعب في المونديال. حظنا وحش ان كل المونديال ما يبقى في ابو ظبي ما يروحش النادي الاهلي. نتمنى ان الموسم الجاي يكون الاهلي بطلا لافريقيا لدوري ابطال افريقيا ويكون موجود في المونديال في ابو ظبي ان شاء الله. ماشي، لا دي حاجه بتطور. وانت بتتكلم على فريق كره القدم، وجود لجنه الكوره برئاسه كابتن عبد الخطيب والمدير الرياضي كابتن زيزو وكابتن عبد الصالح، بالتاكيد ده يعني بدايه للحلول الخاصه لفريق كره القدم. مع احترامنا لكل نجوم النادي الاهلي او اللاعبين نجوم النادي الاهلي، لكن بالتاكيد وانت لاعب كره وانت ابن من ابناء النادي الاهلي وناشئ في النادي الاهلي والاخر، فانيله الاهلي مش اي حد يلبسها. معاك معايا في الكلام ده؟ معاك طبعا. فانيلة الاهلي مش اي لعيب يتالق في نادي ايا كان النادي يبقى ده لعيب اهلي، يصلح يكون لعيب اهلي، وزمالك نفس الشيء، يعني يصلح يكون لعيب اهلي او زمالك. الفانيلة دي او ده نادي بطوله، ما ينفعش اللعيب يفرح انه تعادل او يبقى فرحان انه جاب هدف تعادل في مباراه وانت عارف الكلام ده كويس. ماشي، لا فانيلة النادي الاهلي تقيله، مش اي لعيب كوره يتالق في نادي في الدوري المصري ماشي يتم ضمه، وضمه بطريقه عشوائيه ومبالغ فيها جدا. وشفنا صفقات كتيره جدا تمت، مش عايز اقول لك في المجلس اللي فات وقبل كده، وكان فيها برضو عليها كلام كتير ولم يستفد منها النادي وكده. فلازم لجنه الكوره، بس ده بيبقى وارد، بس هو لازم في النادي الاهلي يبقى وارد ان في ضحايا، يبقى في طالما في بطولات يبقى وارد ان في ضحايا، طالما في بطولات من واحد الناس مش هتاخد بالها، لكن ما يبقاش في بطولات وفي ضحايا او الاهلي يجيب لعيبه لم يستفد منهم دي مشكله. صحيح. لكن لو انت واخد 5 افريقيا وبيحصل معاك ان في مثلا كل سنه مثلا في 5 6 لعيبه على فكره فنيه العالم يمشي كله. صحيح. بس بتاخد بطوله في الاخر. مظبوط. مش دوري. يعني مش دوري. مش مقياس. خلاص انت بقيت وانت بتفكر في انك تجيب افريقيا والمونديال والسوبر الافريقي اللي بتاخده كل سنه. انت فاهمني؟ فهي القصه مش ان انت تجيب لعيبه تاخد بيهم الدوري، انت تجيب لعيبه تاخد بيهم افريقيا وتروح بيهم المونديال وتاخد بيهم سوبر افريقي وتزود عدد القابك كاكثر تتويجا داخل القاره او عالميا. فانت تجيب لعيبه، لا اللجنه دي طبعا تاكيد في وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس، لا وجود الكابتن زيزو والكابتن علاء صادق، لا بالاختيارات هتبقى افضل
واعتقد ان المقابل المادي برضو هيبقى في حدود المعقول. انا عارف دلوقتي الاسعار بقى مغالى فيها جدا، وعشان تجيب نجم او تجيب لاعب تحمله فانيلة النادي الاهلي ويبقى قادر على ان هو يساهم بجزء كبير جدا في انجاز سواء بالفوز ببطولة افريقيا او اللعب في المونديال، ده بيكلف مبالغ كبيرة جدا. او مبالغ بتعدي دلوقتي ال20 30 مليون بعد تعويم الجنيه والدولار والكلام ده كله، الاسعار بقت غاليه جدا، لكن العين هتبقى افضل. صحيح. العين يعني هتبقى طبعا كابتن محمود خطيب متواجد، خاصه لما يشتري لعيب كوره بحجم الكابتن محمود، قيمه الحد الكابتن محمود خطيب يعني والكابتن زيزو. طبعا احنا عارفين زمان يا استاذ شريف وجود كابتن محمود خطيب في اي مفاوضات كان الموضوع كنت خلصت خلاص، لسه ما يجيبوا له الجثه الكابتن يشوف الكابتن خطيب يروح موقع. ايوه صحيح. لو كان طالب مليون مهندس عدلي يجيب كان ساعتها بقى المليون ده كان حاجه طبعا. صحيح. مهندس عدلي على طول كابتن محمود هو بس لما يحس انك كعبلت كده يروح كابتن محمود خطيب متدخل خلص على طول. صحيح. طيب يعني انت اتكلمت على كره القدم، ولكن في امور اخرى داخل النادي وبيهتم بيها البرنامج الانتخابي اللي هو عليه النادي، بخصوص اولا يعني ما زلنا في النشاط الرياضي، ففي بعض الالعاب اللي ما زالت يعني في ظل وجود كابتن محمود خطيب ومجلسه، اول بطولتين جم عن طريق كرة الطائرة سيدات وكرة السلة سيدات، ودي في حد ذاتها برضو تعتبر يعني حاجات مبشرة بالخير في الفترة القادمة. دايما النادي الأهلي كل البطولات سواء بقى كرة قدم طبعا جماعية كله موجود لهدف هو الحصول على البطولة. أستاذ شريف طبعا حسنا فعل المجلس ان هو قرر ان الناس تفضل كلها كل الأجهزة الفنية زي ما هي لنهاية الموسم وتكمل الموسم عادي، وكلف الاستاذ محمد غزاوي باداره النشاط الرياضي. صحيح. او قطاع الرياضه في النادي، وهيبقى في اكتر من مدير للنشاط الرياضي، يعني ما حد مثلا ليه علاقه بالالعاب الميه السباحه والوتر بولو مثلا والغطس والكلام ده، في حد ليه علاقه بالالعاب النزال الالعاب الفرديه الجمباز والحاجات دي والكاراتيه والكلام ده كله، يعني هيبقى في اكتر من مدير نشاط مدير للنشاط الرياضي لكل قطاع. ده هيساهم بشكل كبير جدا في حل ازمات كتيره جدا، ان ما تبقاش الاداره مركزيه في مدير قطاع واحد للرياضه، ما تبقاش مدير نشاط رياضي واحد لكل الالعاب وبيشرف على ثلاث فروع جزيره ومدينه نصر والشيخ زايد. لا، هيبقى في كل نادي او كل فرع ليه مدير نشاط، وكل مجموعه العاب او ما أو, ما أو, او نوعيه العاب يبقى لها مدير نشاط رياضي. ده كل ده شيء جيد جدا. والحساب يبقى اخر الموسم. صحيح. من اجاد هيكمل مشواره وحقق بطولات، يعني ما ينفعش يعني تقول لي انا هقعد عشان واخد مركز تاني في النادي الاهلي. لا طبعا. ماشي. لكن حقق بطولات، حقق انجازات، فانت بتكمل عادي مفيش مشكله خالص، ولا انت محسوب على اللي فات ولا محسوب على اللي جاي، والكلام ده كله خارج حسابات المجلس الحالي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. هنكمل كلامنا على البرنامج الانتخابي الخاص بعائله الاهلي، ولكن خلينا نروح لفاصل شريف وارجع اكمل كلامي مع حضرتك. فاصل سريع وارجع اكمل كلامي مع استاذ شريف عبد القادر طبعا الناقد الرياضي. عودة لكم من جديد، مبروك لكل الأهلوية هذا الاستاد مشروع القرن، مشروع القرن طبعا للأهلي طبعا، ولكن لمصر برضو في نفس التوقيت. كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي بيعلنوا النهاردة عن حلم كل الأهلوية في هذا الاستاد، أن يكون موجود باسم النادي الأهلي استاد كبير يضم كل الأهلوية اللي يمكن نحن بنتكلم ومن خلال المؤتمر الصحفي بيعد 80 مليون أهلاوي حتى الآن، ممكن يكون أكتر كمان. احنا عارفين طبعا ان احنا متواجدين في كل حتة في العالم، الأهلوية متواجدين في كل حتة في العالم، فمبروك ليهم هذا المشروع الكبير مشروع القرن. بالتالي احنا سعداء ايضا، يمكن من ضمن اللي تم اعلانه في هذا المؤتمر تنصيب استاذ تركي آل شيخ لرئيس شرفي للنادي الاهلي، دي حاجه طبعا تقديرا لحبه للنادي الاهلي. وكان اتكلم كابتن محمود الخطيب عن الامير فيصل وطبعا عبد الله الفيصل طبعا وحبه ايضا للنادي الاهلي، وكان الموضوع ده حصل قبل كده، فبالتالي حاجه محترمه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي واقراره بهذا القرار، ايضا حاجه مميزه جدا زي ما بقول لكم. شكل الاستاد، التفاصيل اللي موجوده داخل الاستاد حاجه محترمه، ان شاء الله هيكون من افضل استادات العالم ان لم يكن ان شاء الله من خلال طبعا كلام كابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم على هذا الاستاد. عوده جديده لاستاذ شريف عبد القادر طبعا الناقد الرياضي. استاذ شريف مبروك لكل الاهلي، مبروك لكل الاهلاويه، مبروك لمصر، لان
ده استثمار، واستثمار رياضي جديد ممكن يكون في حد ذاته جديد على الاستثمار في مصر بشكل مختلف، وهو الاستثمار الرياضي. أعتقد أن كل مصري وكل أهلاوي وكل محب لكرة القدم يعني سعيد أن هو عاش هذه اللحظة اللي هي إطلاق مشروع النادي الأهلي أو مشروع القرن، استاد النادي الأهلي، زي ما شفنا في المؤتمر الصحفي وتابعنا أنه حاجة ستنقل النادي الأهلي إلى العالمية بشكل واضح وصريح. أيضا بحب أهني معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس العام لرعاية الشباب والرياضة بالسعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بتوليه أو بتنصيبه رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، كما حدث أيام الراحل العظيم المايسترو صالح سليم بتنصيب سمو الأمير عبد الله الفيصل رئيسا شرفيا للنادي الأهلي. بالتأكيد زي ما سمعنا وزي ما أنت قلت في المقدمة، لحظة تاريخية للمصريين، لحظة تاريخية لمشجعي النادي الأهلي، لحظة تاريخية لمحبي كرة القدم، أن هيبقى عندنا استاد بيذكرنا أنا تحديدا بالملاعب اللي شفتها في أوروبا وفي اليابان. الشكل اللي شفته يمكن حتى الكابتن محمود الخطيب هو بيقول سيكون من أفضل 10 استادات على مستوى العالم إن لم يكن الأفضل. أنا أعتقد أنه هو الأفضل إن شاء الله بالشكل اللي أنا شفته ده، بالنموذج بالمستوحى من منارة الأسكندرية، بشكل الفندق اللي نازل، بالحمام السباحة العائم والمعلق آسف. هو معنا الشكل هو أستاذ الشريف وأنت بتتكلم كده عليه، أعتقد أن فعلا سيكون من أفضل الاستادات على مستوى العالم زي ما قال الكابتن محمود الخطيب. بالتأكيد لحظة فارقة. أعتقد أن كل اللي كانوا بيتابعوا المؤتمر أو موجودين الحضور في المؤتمر شعروا بحجم الشغل اللي اتعمل خلال 45 يوم اللي فاتوا. طيب. وزي ما أنا قلت في البداية أن اللي هيحصل النهاردة أو هيتقال النهاردة ليس وليد صدفة، ولكن معدة له منذ الحملة الانتخابية. واضح أن كان في ترتيبات، يعني قبل 15 يوم من خوض الانتخابات أو من يوم الانتخابات كان بداية زي ما قال الأستاذ ركان الحارثي رئيس تنفيذي لمجموعة شركات صلة، وقال ان احنا بقالنا، يمكن السؤال ده كان اهم سؤال او من الاسئله المهمه اللي قالت انتوا بداتوا امتى تفكروا في الموضوع ده، فكون يقول او يوضح انه من 45 يوم يؤكد الكلام اللي قلته لك في بدايه الحلقه ان اللي هيحصل او اللي هيتعمل او اللي هيتم تنفيذه ليس وليد صدفه ولكن معد له سلفا. وواضح ان الناس او مجلس الاداره الحالي بدا شغل فعلا وكان على يقين ان هيبقى في توفيق من ربنا ان هم يبقوا موجودين كمجلس اداره خلال 4 سنوات الجايه. طيب يعني واحنا بنتكلم على الساده وهنتكلم عليه التفاصيل، ولكن يعني كابتن محمود الخطيب ابتدى المؤتمر الصحفي يا شريف بالشكر لاعضاء الجمعيه العموميه اللي هو شاف المنظر وقت الانتخابات في هذا اليوم طبعا، وقعد يوصفه بشكل كبير خصوصا طبعا كبار السن واللي جايب عجله، والكابتن محمود بيتكلم ان هو كان في وقت ما كان عايز ينزل يبوس واحد واحد طبعا لمجهودهم الكبير اللي عملوه عشان في الاول وفي الاخر نجاح هذا اليوم، وفي نفس الوقت حبهم للنادي الاهلي وللكيان الكبير. فبالتالي يعني كان مهم جدا كابتن محمود الخطيب يتكلم ويوجه الشكر لاعضاء الجمعيه العموميه في اليوم ده. طبعا انا كنت موجود في النادي في وصلت الساعه 10 الصبح وكان في طوفان من اعضاء النادي الاهلي داخلين يضلوا بساطهم، يعني مع مرور الوقت وسط القاهره اصيب بالشلل التام مروريا نظرا للتكدس الشديد جدا. احنا وصلنا حوالي 37,000 صحيح في الجمعيه العموميه او ما يقارب 37,000 حضور في الجمعيه العموميه، ويمكن في جزء كبير كمان ما يقرب من 2000 3000 4000 قيل يعني ان هم جم لغايه وما قدروش يوصلوا يخش قبل. خلي بالك ده تم في الفتره من 9 الى 7 يعني في 10 ساعات فقط تم حضور 37، وده رقم قياسي في تاريخ انتخابات مصر كلها انديه واتحادات الرياضيه. بالتاكيد كان في صعوبه طبعا للوصول للنادي، كان في ناس كبيره في السن، كان في ناس على
عجل جايين يعني ناس كبار في السن، وكانوا حريصين جدا على الادلاء باصواتهم في الانتخابات. طبعا كان واضح ان الكابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو يشكرهم ويوجه لهم الشكر، يمكن اضاف كمان نجوم الكره والالعاب الاخرى اللي كانوا موجودين في الانتخابات، وقال عليهم جمله تحولوا لجماهير في الانتخابات. واتكلم على السيدات برضو يعني كابتن محمود. طبعا السيدات، طبعا السيدات لهم دور كبير جدا جدا، واحنا طبعا داخلين على عام المراه وان شاء الله يكون لهم دور في النهوض بالمجتمع المصري وبالاسره المصريه بشكل عام. بالتاكيد لا، كان ليهم دور مؤثر جدا في الانتخابات، وكان دور واضح حتى ايام الحمله الانتخابيه او الندوات الانتخابيه في انتخابات النادي الاهلي، وكان ليهم دور واضح جدا يعني. ويمكن وهو بيتكلم في البدايه بالشكر يا استاذ شريف، كان يعني الشكر ده كان موصول بقى بعد كده بالكلام اللي قاله كابتن محمود الخطيب اللي هو تنفيذ الوعود الانتخابيه، ومنها طبعا المشروع القرن. وهذا المشروع، ودائما هو اتكلم على عائله الاهلي، واتكلم وطبعا الفيديو اللي وضحه قبل ما يتكلم كابتن محمود في اي تفاصيل خاصه بالاستاد، الفيديو بخصوص عائله الاهلي وازاي الفكره جت، فده كان مهم جدا برضو ان احنا نتكلم فيه. بص حضرتك، يعني واضح ان الناس جايه تشتغل والناس جايه ببرنامج واضح، وهو يمكن قال ان هو الناس قالت انه حلم، ان ده احلام، ان صحيح. البرنامج ده احلام، وهو قال فعلا هو حلم، ولكنه حلم جميل سينفذ، وده مهم جدا وواضح ان طيب يعني الرساله. طيب انا هستكمل كلام حضرتك عن الحلم يا استاذ شريف، لكن خلينا نروح سريعا لزميلي امير هشام ولقاء مع المهندس عدلي القيعي طبعا المتحدث الرسمي بنادي الاهلي. اتفضل. تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه والمتحدث الرسمي. كان هو اكيد شيء يدعو للفخر اخيرا للنادي الاهلي ان شاء الله، وكل جمهور النادي الاهلي هيكون عندهم استاد، وهو ده الحلم اللي كان بيحلم بيه كل جماهير النادي الاهلي في كل انحاء المعموره، واكيد شيء يدعو للفخر لاي عضو في النادي الاهلي او اي واحد او اي فرد من جمهور النادي الاهلي. النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اعلن عن مشروع القرض وهو استاد النادي الاهلي، لكن خليني اقول لك ان معايا في هذه اللحظات المهندس طبعا عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. باشمهندس برحب بك في البدايه وببارك لك على الانجاز ده والمشروع الضخم ده اللي تم الاعلان عنه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو كان الواحد عمره كله يختزل في هذه اللحظه كفايه. حقيقي يعني اللحظه التاريخيه اللي احنا بنعيشها دي، شفنا مشروع لا يعني لما يتنفذ هيكون حاجة من الحاجات المبهرة جدا والمتكاملة أيضا، يعني بيحتوي على كل عناصر الرياضة والترفيه والتسويق ومعلم من معالم السياحة، حاجة رائعة جدا جدا وحلم طال انتظاره، نرجو أن تتسارع الخطى في تنفيذه بإذن الله. باشمهندس، مجلس الإدارة الحالي فور توليه المسؤولية ابتدى على طول شغل من خلال مباراة الأمس، مباراة أتلتيكو مدريد اللي تم الإعلان عنها فور تولي المجلس المسؤولية، وأيضا النهاردة إنجاز جديد وحدث جديد بيعلن عنه مجلس إدارة النادي الأهلي وهو هذا المشروع. بتفسر ده بإيه؟ وده أكيد حب النادي الأهلي وأهمية تنفيذ مشروع عائلة النادي الأهلي من قبل الكابتن محمود الخطيب والقائمة الخاصة بيه. المسألة إن لما كان إبان الجولات الانتخابية كان ينظر إلى هذه الأحلام أنها وعود وأحلام قد لا تقبل التحقيق، وخصوصا في الفترات الزمنية الوجيزة اللي كانوا بيتكلم عليها البرنامج يعني. ولكن لما تشوف كثافة الاجتماعات وكثافة التحركات وحجم السفر وحجم الاتصالات وكمية الشخصيات التي تم التواصل معها، نجد أن الموضوع كان بيعد له إعداد جيد، وإن المسألة مش مسألة أحلام غير قابلة للتحقيق، وبإذن الله نشوف ثمار هذا الأمر، وإن كل ما وعد به أعضاء الجمعية العمومية بإذن الله هيتنفذ في التوقيتات اللي أعلن عنها بإذن الله. السعادة باينة في عينيك بصراحة، قول لي حجم السعادة بالنسبة لك النهاردة. أنا بقول لك يعني كنت دايما أقول هل يعني العمر يمتد بيا وربنا يكرمني إن أنا أشوف هذا الحلم
فكونوا يعني اشوفه ولو في حجم مشروع قابل للتنفيذ دلوقتي باذن الله، يعني ربنا بفضله برضو يكرمني واحضر الافتتاح يا رب. ربنا يا رب يديك الصحه وتكون متواجد في هذا الحدث الكبير. لكن النهارده ايضا المشروع مش بس مجرد ملعب للنادي الاهلي، لا ده ايضا مشروع متكامل في كل الجوانب وكل الاشياء اللي تخص اعضاء النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي. هذا مشروع حياه، اللي عايز يتفسح هيقضي اوقات غير مسبوقه في هذا المكان، هيتسوق، هيشوف رياضه، هيشوف سينمات، هيشوف مسارح، هي ده يعني عمري ما تخيلت ان يبقى في مضمار رمايه دولي في النادي الاهلي. يعني كل حاجه، المقصورات خلي بالك حوالي 160 مقصوره دول لوحديهم دخل غير حد ما حدش يعرف يتخيله، لان هي بتتاجر لكبار المستثمرين بمبالغ سنويه طائله. لا مدروس دراسه رائعه جدا ودقيقه جدا وواقعيه جدا. تفسر بايه حب الشديد من العرب سواء السعوديين الاماراتيين للمساهمه في هذا المشروع الضخم بالنسبه للنادي الاهلي؟ حجم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي الذي يعني عندما يتراكم يصل الى الذروه التي تشد انتباه الجميع. ولما كنا بندافع على كلمه قيم وثوابت وتاريخ الاهلي كنا عارفين انها اغلى حاجه، كنا عارفين ان هو ده اللي بيجيب كل حاجه بعديه. وكنا مقوله ان الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. كل يوم بتتجلى المعاني الحقيقيه لهذه الجمله. انا سعيد جدا وارجو يا رب يكرمنا ونشوف هذا الحلم. باشمهندس، فيما يخص اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده كان في اجتماع منذ الصباح واكيد هيكون في قرارات مهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي، هل في جديد ولا الاجتماع لسه ممتد؟ كابتن الخطيب انهى هذا المؤتمر وهرول مع مجلس ادارته الى النادي لاستكمال الجلسه، وانا هروح لهم دلوقتي. لكن من عندك انا بحاول اجهز لمفاجاه اعلاميه هتكون محترمه جدا في برنامج ملك وكتابه بكره، ربنا يسهل نقدر نعملها. اعتبرنا طب برنامج ملك وكتابه اقول اي حاجه اي مفاجاه. ما هي بقى حلاوتنا ان احنا ما نقولش حاجه قبل ما بتحصل. ماشي يا حبيبي. الف مبروك يا باشمهندس. شكرا ليك، الله يبارك لك. ده طبعا كان لقاءنا مع المهندس عادل القي احد رموز النادي الاهلي وايضا المتحدث باسم مجلس اداره النادي الاهلي. الواحد مبسوط جدا، كل جمهور النادي الاهلي اكيد مبسوط جدا. مش مجرد كانت وعود من مجلس اداره النادي او من القايمه اللي تم ترشيحها عشان تكون متواجده كاعضاء مجلس اداره في النادي الاهلي، لكن هي مش بس وعود، هي ان شاء الله وعود بصدد التحقيق عشان تسعد كل جمهور النادي الاهلي في جميع انحاء العالم. عوده ليك يا كابتن فاروق في الاستوديو، واكيد انا عارف ان انت مبسوط وكل الضيوف اللي معاك مبسوطين. عوده ليك. طبعا يا امير بشكرك، وطبعا بشكر المهندس عادل القيم المتحدث الرسمي طبعا للنادي الاهلي طبعا والمستشار الاعلامي، والفرحه واضح جدا على كل من يحب هذا الكيان الكبير والطفره اللي هتبقى موجوده للنادي الاهلي من خلال هذا الاستاد. انت دلوقتي بتخش في مرحله العالميه بجد من خلال وجود استاد زيك زي انديه كبيره في الدوريات العالميه، فبالتالي ده حاجه محترمه وحاجه مميزه جدا ان شاء الله. زي ما بيقول المهندس عادل القيم كده ان شاء الله، لا ربنا يدير طول العمر وكلنا يدينا طول العمر ان شاء الله، نبقى متواجدين في اليوم ده ونتفسح بقى في هذا الاستاد الجميل اللي احنا شايفينه من خلال الشكل الهندسي لهذا الاستاد. اعتقد ان هو حاجه رائعه، حاجه جميله، حاجه ممكن تكون مش متواجده كتير. يعني الشكل الهندسي ما يكون شايف على شكل مناره، والمناره دي هي الفندق اللي هيبقى متواجد فيه طبعا، اللي هيبقى طبعا متواجد سواء لاعبين بقى او مدنيين عاديين هيبقى متواجدين بشكل ما بيتفرجوا على الماتش من خلال طبعا النوافذ اللي هتبقى موجوده في هذا الفندق. اعتقد ان هي حاجه محترمه جدا. طبعا كل الشكر للدكتور ركان الحارسي الرئيس التنفيذي لشركات صله، واكيد هو كمان هو المتحدث الرسمي باسم المستثمرين العرب في هذا المؤتمر. استاذ شريف، يعني المهندس عادل القيم بيتكلم في بعض الامور الخاصه طبعا بالنادي الاهلي وبهذا الاستاد وفرحه اكيد الاهلاويه بهذا اليوم. يمكن الرسائل جايه على صفحه قناه الاهلي، اهلاويه فخورين سعداء بهذا الحدث النهارده والاعلان عنه. استاذ شريف، بالتاكيد برضه زمايلنا في القناه طبعا هينقلوا صوره من مقرات النادي الاهلي، الاعضاء طباعهم ايه، اعضاء النادي الاهلي طباعهم او ردود الافعال. بالتاكيد لا، هي زي ما قال او زي ما قلنا لحظه فارقه في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ محبي النادي الاهلي وجماهيره واعضائه
ومتهيألي برضه جماهير الكرة المصرية بشكل عام ان يبقى عندنا ملعب بهذا الشكل او استاد بهذا الشكل ينقل الكرة المصرية والرياضة المصرية الى مصاف الدول الكبرى عالميا، ينقل الكرة النادي او النادي الاهلي الى العالمية. ده شيء مهم جدا، وبالتأكيد هي لحظة فارقة في تاريخ النادي الاهلي واعضائه وجماهيره. زي ما قال كابتن محمود الخطيب وقال ان ده حلم، الحلم صحيح، ونرجع للموضوع يعني للكلمة اللي قالها، ولكن هو حلم جميل عليك ان تخطط لتحقيقه. وده شيء واضح من خلال عدد جلسات مجلس إدارة والمكتب التنفيذي المنعقد في شبه مستمر منذ تولي المجلس الحالي إدارة النادي، في اجتماعات مستمرة، في قرارات سريعة، في إنجازات حصلة في على أرض الواقع داخل وخارج النادي، الاجتماعات المكثفة مع المستثمرين اللي هيشاركوا في بناء سواء من الإمارات أو السعودية أو مصر اللي هيشاركوا في بناء هذا المشروع العملاق. بالتأكيد لا، في شغل واضح، في جهد مبذول، يمكن تابعنا خلال الأسبوع الماضي كان وهو اتكلم كابتن خطيب على حجم الاجتماعات سواء مجلس الإدارة أو المكتب حجم التنفيذ. المكتب التنفيذي أو حتى الاجتماعات مع المستثمرين، لأنه هو كان حتى موجود خارج مصر، واضح أنه هو كان في اجتماع مهم جدا امبارح، وكان في اجتماع خارج مصر تقريبا في المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع أو يوم الجمعة الخميس والجمعة اللي فاتوا. لا كان في شغل معمول وفي حركة دائبة وفي تنفيذ لبرنامج وفق برنامج زمني محدد من مجلس الإدارة لتنفيذ المشروعات أو ما تم وضعه في برنامج عائلة الأهلي. طيب يمكن أنا قدامي يمكن البرنامج الانتخابي والجزء الخاص باستاد الأهلي كان مقسم على مراحل يا أستاذ شريف. هو المرحلة الأولى الرؤية بالنسبة للاستاد هيكون، هل ساعته قد إيه، شكله عامل إزاي، بيجسد النادي الأهلي بطبعه الخاص والمبادئ والقيم، أيضا الشكل الاستثماري اللي هيكون جوه النادي، كل التفاصيل دي كانت موجودة في المرحلة الأولى ويبتدوا الرؤية بالنسبة لهم لهذا الاستاد. ثم مرحلة تانية وهي مرحلة الدراسات المالية والتسويقية، ثم مرحلة الثالثة تسويق الدراسة بما يلائم اسم ومكانة النادي الأهلي، والمرحلة الرابعة مرحلة التصميمات الهندسية والتفصيلية، أيضا المرحلة الخامسة وهي مرحلة الإنشاء. احنا يمكن الاعلان النهارده على المشروع تعتبر دي والتصميمات الهندسيه ده المشروع المرحله الرابعه، فانت زي ما انت قلت كده كان لا الوضع كان بقاله فتره. بص انا هبتدي معاك من النقطه الثالثه اللي هي اسم ومكانه النادي الاهلي. كلنا عارفين قيمه النادي الاهلي عربيا وشرق اوسطيا وافريقيا. الاهلي براند مهم طبعا. الاهلي ويمكن انا عملت في قنوات عربيه وكان الاهلي ليه مباريات فيها وبطولات فيها في الاي ار تي، كنت بشوف حجم الاهتمام بالنادي الاهلي وبقيمه النادي الاهلي وحجم الدعايه للنادي الاهلي جوه هذه القناه او الاعلان عن النادي الاهلي جوه القناه. لا بالتاكيد اسم النادي الاهلي اسم مهم جدا، براند مهم جدا، يسهل تسويقه ويسهل يعني ان انت تدخله في مداخيل كتيره اقتصاديه وماليه كبيره جدا، بدليل حجم المستثمرين الموجودين. انت بتتكلم في اهم دولتين في الوطن العربي استثمارات في مصر، الامارات والسعوديه. السعوديه بالاضافه لمصر طبعا، بالاضافه الى وجود المستثمرين المصريين. لا انا بتكلم استثمارات عامه جوه مصر بعيدا عن الرياضه، السعوديه والامارات هم اهم مستثمرين عرب جوه مصر. طيب اسمح لي بس نكمل كلامنا مع حضرتك مع ونروح سريعا لامير هشام طبعا زميلنا، ومعاه طبعا لقاء مع الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي. اتفضل امير. بيك يا كابتن فاروق وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. معايا في هذه اللحظات الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير. طبعا استاذ عصام برحب بيك في البدايه، وعايز اخد تعليقك النهارده عن المفاجاه دي وعن مشروع القرن بالنسبه للنادي الاهلي. يعني هو التعليق قاله كابتن محمود الخطيب اللي حسنا فعلت مجله الاهلي لما قالت في عنوانها لا ينزل محبوب الخطيب. هذه هي علاقه الاهلي
ومحمود الخطيب الذي اتخذ من النادي الأهلي بيت وقبيلة وعائلة ومجلس إدارته بالمحيط العربي بالتواجد الأهلاوي حتى بأسماء أندية زي ما قلنا لكل جماهيرنا قبل كده. لكن الليلة الحلم تحقق، الليلة ما وعد به الخطيب في برنامجه عائلة الأهلي تحقق. أهم البنود، وهو كان خطيب قال لما كان حلم كنا بندور في مفكرة أحلامنا نفسره إزاي، النهاردة الحلم اتفسر وكمان إيه بتمويل عربي سعودي إماراتي مصري. الملعب زي ما حضراتكم سمعتوا واكيد انتوا نقلتوا ده لجماهير الاهلي عبر قناته اللي بنتمنى يا رب تبقى هي كمان ضمن قنوات القرن باذن الله. عايز اقول لحضرتك انه لما يبقى واحد من اهم الملاعب في الشرق الاوسط زي ما قالوا، لما الاحصائيه بتاعت الناس اللي بتعمل دراسه جدوى تقول ان الاهلي هو ثالث نادي جماهيريه في العالم، وبالتالي تريد ان تقدم له استاد، قد يكون بحسب محدثنا الليله مسؤول الشركه قد يكون هو الأحدث حتى من استاد ويمبلي بعد التحديث. ومن ثم حلم عظيم، حلم يخيم على صناعة الرياضة التي يقدمها الأهلي هدية للدولة المصرية حتى يكون هناك يقين احترافي واقتصادي بصناعة اسمها الرياضة في القلب، منها طبعا مصانع كرة القدم اللي هينشأ على ضفاف نهرها الكثير من الصناعات الرياضية الأخرى شوية، وهنلاقي شركات كبرى للملابس وربما براندات مصرية للملابس الرياضية، لأنه الأهلي الزعيم بيتصدر المشهد، وما أسهل أن تراهن كيانات مالية على اسم النادي الأهلي. هذه الشراكة أراها الليلة إتمام لجيل كبير من الأهلي منذ مبادئ التتش مرورا بكابتن صالح سليم وكل الكبار، لكن أتحدث عن من تولوا التحديث وفي ذاكرة الأهلوية. في السابق قدم الامير عبد الله الفيصل رحمه الله، ومن بعده طبعا ولد الامير محمد العبد الله الفيصل، وهم طبعا من المملكه الشقيقه، كل ما يمكن ان يكون دليل الخيرات في حب الاهلي في كل البلدان العربيه. ومن ثم اصبح هو الرئيس الشرفي وقتها الله يرحمه في مجلس مع الكابتن صالح رحمه الله ايضا. الان الشيخ تركي الشيخ الذي تولى عبر دفع الخطيب باسمه وقائمته للانتخابات مهمة كيف يتم تسويق منتج عربي مصري اسمه النادي الأهلي عالميا مش بس شرق أوسطية. ومن ثم استحق الرجل لهذا الدعم، ولأنه من بلد يحبنا ونحبها، مصر السعودية السعودية مصر، هم أيضا يتولوا مربع الأمن والأمان للوطن في مواجهة الإرهاب وما إلى ذلك. وأظن مباراتنا العظيمة بترتيبات عربية على أرض مصرية السلام ضد الإرهاب كانت أهم رسالة. الليلة أيضا قدم الأهلي العربي المصري نموذج جديد للوفاء، ألا وهو تنصيب الشيخ تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، لتكون المرة الثانية التي تجمع كلتا الدولتين وأشخاص متفردين فيهم في العمل الرياضي، مصر والسعودية أو السعودية ومصر، على أن التعاون المشترك قوتنا الناعمة تبدأ من استثمارنا لكل كياناتنا العظمى، وما أعظم طبعا النادي الأهلي. هو حلم مشروع لكل الأهلوية. لو قلت لك أن في سيدة يعني خمسينية شوية كده دموعها رغرغت مش هتصدقني، والكابتن بيعلن عن بدء الحلم، أظن أنها دموع الفرحة الأهلوية، والبلد دي إن شاء الله فخورة بالأهلي وفخورة بالشراكة العربية اللي أعلنت الليلة. أقول لك برضو أن الشيء المهم أن هو بس مش مجرد ملعب، لكن هو مجرد مدينة رياضية ترفيهية، وده شيء أهم من بس في ملعب لفريق كرة القدم النادي الأهلي. لا هو 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 استاد، قلت لحضرتك الناس فكروا ازاي استثمروا اسم النادي الأهلي عالميا شرق أوسطيا وطبعا محيطنا العربي والقاري بالتالي. ومن ثم هو كيان على بعضه هيتعمل، أو يعني مش عايز أقول مول يعني، لكنه بفخامة الخارج الذي يعمل على طوال أيام الأسبوع تقريبا 24 اور زي ما الخواجات بيقولوا 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 30 يوم في الشهر ما عدا طبعا فبراير، عشان ما حدش يقول لك فبراير يا عم بيقولوا ده 30، أنت عارف بقى صيادين الكلام. وبالتالي هي منظومة صالات سينما جيمات، أيضا سيكون لدى النادي الأهلي مقصورات اللي هي خاصة برجال أعمال والمحبين اللي ممكن يدفعوا أكتر، 160 وحدة سميها سويت سميها مقصورة سميها جناح سميها زي ما حضراتكم عايزين تسموها، لكنها تمويل غير مسبوق يكفي أنها ستكون الأكبر في العالم. جيمات، ما كان للأكاديمية، متحفين كبار
بيقولوا لنا انهم سيكونوا الاهم حتى من برشلونه والريال، مش في الشعبيه وحجم البطولات، لانه الاهلي في منطقتنا هو برشلونه والريال اوروبا يعني، وبالتالي في الاهميه بس في حجم البطولات برضو الاهلي اكتر تقريبا يعني. ريال مدريد متفوق قاريا ما اقصدش، بقول لك يعني مثلا الاهلي لم يفز ببطوله العالم لكنه فاز بجماهيريه اعرض منهم، وبالتالي هو يمثل للمجتمع العربي برشلونه وريال مدريد والبايرن وكل الكبار في اوروبا، حتى مصر، ما هي مصر دي اكنها المانيا في اوروبا، واللي مش عاجبه هو حر، لكن ده كلام حقيقي جدا جدا يتحقق دائما على ارض الواقع. هذا الشعار العظيم والكيان العظيم سيتم الان بلورته، ويمكن احنا مش عايزين نقول بس سبقنا وقلنا في الانتخابات ان الاهلي يحتاج طفره، شكرا لمن قدمه قبلا، لكن الاهلي يحتاج طفره يقودها الخطيب، طفره في معاني احترافيه، طفره في التسويق الرياضي، طفره في تاكيد صناعه الرياضه، وفي القلب منها مصانع كره القدم، ومن ثم بالتالي باقي الرياضات. طبعا الملعب هيكون فيه يعني احلام كتيره جدا، في بيسينات للمقتدرين يستطيعوا ان يسبحوا ويروا المباراه. يا اخي ما اعظمك يا اهلي، وما اجمل بقى دفء الاشقاء، وان الشراكه عربيه حتى لو كانت بتصميمات انجليزيه، لكن من سيستثمر على ارض بلادنا اللي هي وطنهم الثاني هي اموال عربيه، السعودية، الإمارات، ومجموعة رجال أعمال مصريين إن شاء الله. شكرا أستاذ. شكرا، ويا رب كده إن شاء الله قناة الأهلي بيكوا يا شباب تبقى كمان من أهم القنوات، بل قناة القرن إن شاء الله. حبيبي ده طبعا كان لقاءنا مع الأستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير. بكل تأكيد النهاردة ما كانتش أولى مفاجآت مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، لكن الأكثر تأكيدا هو أن المفاجآت هتتوالى، ودي مش آخر مفاجأة بالنسبة لنادي الأهلي أو لكل جمهور النادي الأهلي. مفاجآت إن شاء الله هتكون كتير جدا لكل جمهور النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. عودة للاستوديو. اشكرك يا امير. استاذ شريف، كنا بنتكلم على الاستاد ومراحل كانت بتمر قبل ما نتخذ النهارده الاعلان عن استاد الاهلي. يمكن حضرتك توقفت على المرحله الثالثه اللي هي مرحله التسويق ودراسه الجدوى نفسها بتاعه المشروع زي ما قلت، وقلت على النادي الاهلي هو براند مهم طبعا. صحيح، واسم النادي الاهلي حاجه مهمه جدا، واحنا سافرنا وعرفنا في وطننا العربي وفي افريقيا معروف اسم النادي الاهلي حاجه يعني فعلا فعلا تشرف ان انت كمصري عندك نادي اسمه النادي الاهلي وانت خارج مصر، يعني حاجه مشرفه. واكيد الانطباع اللي وصل لنا دلوقتي بعد الاعلان ده وصل لكل اشقائنا في الوطن العربي واهالينا اللي موجودين في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط وفي اوروبا وامريكا عن مكانه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. بالتاكيد يعني كون حرص مجموعة مستثمرين سعوديين أو إماراتيين وحتى مصريين على المشاركة في أو مساهمة في بناء أو إقامة هذا المشروع العملاق ده مش من فراغ، ده لاسم النادي وقيمة النادي الأهلي عربيا وأفريقيا وشرق أوسطيا. المرحلة الثانية بس قبل ما تروح للمرحلة الثانية يا شريف، المستثمرين العرب لو مش هيكسبوا من طبعًا اسم النادي الاهلي اي مستثمر مش عربي بس مش هيخش، اي مستثمر حتى المصري متاكد بالتاكيد باسم طبعًا النادي الاهلي ان هو هينجح بشكل كبير. يعني زي ما بنقول لك احنا يمكن في انديه كتير قوي حول العالم، اكيد انت حضرت مجموعه من الاستادات حصل هذا التدعيم من خلال المستثمرين، يعني عندنا ارينا، عندنا ويمبلي، عندنا ارسنال، استاد الامارات، توتنهام، كلهم بيخشوا عشان عارفين ان اسامي الانديه دي موثوق فيها طبعًا، وبالتالي هيقدروا يرجعوا فلوسهم بالمكاسب طبعا. اكيد بص حضرتك يعني العقد الرعايه هينتهي قريبا في النادي الاهلي، كان وصل حوالي 230 مليون، اعتقد المرحله الجايه سيتخطى المليار، عقد الرعايه في النادي الاهلي سيتخطى المليار جنيه مع التعويم، وهو هيتخطى المليار يعني لا شك فيه. اعتقد ان اسم النادي الاهلي ومكانة النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وبطولاته زي ما قال أستاذ أركان وكؤوس النادي الأهلي لأكثر من عدد سنواته وبطولاته يعني سيتخطى عقد الرعاية القادم الحجم المليار الجنيه على الأقل. ده مش من فراغ زي ما قال الكابتن محمود، بيقول احنا جيل بيسلم جيل من 1907 حتى الآن، أجيال بتسلم أجيال إلى أن وصل النادي الأهلي لهذه المكانة، وأنه يكون عنده استاد بهذا الشكل او بهذا الحجم وبالنقله العالميه
لملاعب كرة القدم في الوطن العربي، وأن يكون زي ما تقال يعني أنه أحد أفضل عشرة وإن لم يكن أفضلهم صحيح ملاعب على مستوى العالم. لا ده مش من فراغ، ده تاريخ طويل، إنجازات وبطولات ولاعبين ونجوم وقيادات ومجالس إدارات وأعضاء وجماهير، كل ده صنع اسم النادي الأهلي صحيح. وصلنا ده، والنادي الأهلي له الفضل على الجميع، ليس لأحد فضل عليه. صحيح. طيب يمكن احنا كنت عايز تخش على المرحلة اللي خاصة بشكل الاستاد او الاعلان بقى على الاستاد دلوقتي في التوقيت الحالي، المرحلة الرابعة دلوقتي تقريبا من خلال البرنامج الانتخابي اللي كان والتصميم اللي شفناه. صحيح التصميم صحيح. عرضه الاستاذ ركان. لا تصميم حاجة فاخرة، حاجة يعني شفت ملاعب كتير جدا في اوروبا وفي شرق اسيا، في اليابان تحديدا وفي الخليج. لا التصميم اللي معمول لا تصميم عالمي، وفي افكار جديده، يعني يكون موجود فيه ميدان رمايه حاجه جديده. لعبه الرمايه لعبه عريقه وقديمه في مصر، ولكن مش موجوده في النادي الاهلي عبر تاريخه. يعني معروف الانديه صيد كذا كذا اللي بيمارسوا الرمايه، لكن تبقى موجوده في ملعب النادي الاهلي او في استاد النادي الاهلي دي حاجه مهمه جدا. حمام السباحه المعلق، ستورز، محلات الستورز، المتاحف، في متحفين، متحف تكنولوجي ومتحف لدروع واوسمه وكؤوس النادي الاهلي وبطولاته. لا في اضافات جديده على ملاعبنا احنا مش معتادينها. احنا عندنا ملاعب مهمه جدا واستادات مهمه جدا، ولكن مش ما فيهاش الحاجات، كل الحاجات دي فيها اجزاء منها، لكن كون ان بقى المشروع او الدراسه او التصميم يحمل كل وملاعب تدريب واكاديميه كثيره وفندق تفاصيل كثيره جدا. لا في حاجه و60,000 متفرج والواي فاي والتكنولوجيا الحديثه في المقاعد وبتاع الاستاد الزكي اللي هو تقدر تحوله لاي استقبال اي حدث اخر غير كره القدم زي ما شفنا في ملاعب كثيره في العالم خاصه في امريكا. لا في فكره وتصميم وهدف محدد وتم الشغل عليه طيله 45 يوم زي ما قال الاستاذ الدكتور ركان. بقى له 45 يوم شغالين. هو يعني طبعا المجهود هيبقى كبير جدا. وانت كابتن محمود بقول لك حجم الاجتماعات نفسها كان رائع. انت بتتكلم على استثمار رياضي لاول مره يحدث في مصر بالشكل ده، يمكن دكتور ركان اتكلم عليها، ده يمكن من اكبر الاستثمارات الرياضيه في تاريخ مصر. فبالتالي دي حاجه تحترم ان تبقى من خلال النادي الاهلي، ودي حاجه لازم برضو. انت قلت اسم النادي الاهلي كبير، فبالتالي الحدث ده لما بيجي من النادي الاهلي الثقه، عشان الثقه اللي موجوده للنادي الاهلي بالتاكيد طبعا. بالتاكيد طبعا. بص حضرتك الاهلي عبر تاريخه مصدر ثقه لاي معلن، لاي حد متعامل، لاي مستثمر، لاي شخصيه رياضيه عربيه او عالميه. شفنا الاهلي ويجيب ريال مدريد ويجيب برشلونه وبايرن ميونخ وروما، كل الاحداث دي، كل الاحداث وقديما مونشنجلادباخ الى اخره، سانتوس، كل الكلام ده. لا الاهلي عبر تاريخه مصدر ثقه لاي مستثمر او لاي حد عايز يعمل شراكه مع النادي الاهلي، هو مصدر ثقه ومصدر سعاده لهذا للمستثمر ده. صحيح. بالتاكيد طبعا، لانه بالتاكيد كسب. وانا بتكلم على صحيح، وانا بتكلم على ماتش امبارح، خلي بالك وانت بتتكلم كده يا استاذ شريف وبربطه بالنهارده، ان ده دور وطني برضو. انت دلوقتي الدوله في الوقت الحالي بتشجع الاستثمار في مصر في كل حاجه، انت دلوقتي داخل في حته الاستثمار الرياضي، وده قاله الاستاذ ركان. قال الاستاذ ركان ان في حرص شديد جدا من اداره النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي والمسؤولين في الدوله، وعلى صوم راس الدوله السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه على الاستثمار الرياضي. واعتقد ان يعني هو ما قالش المكان فين، وكابتن محمود الخطيب تعرف انت بقى يا استاذ شريف، اعتقد هو كابتن خطيب قال هم زاروا كذا مكان وبيشوفوا، والاستاذ ركان قال احنا بنحدد وبتاع كده. بس اعتقادي بعد اللقاء اللي تم امس بين معالي المستشار تركي آل الشيخ والسيد رئيس الجمهوريه، اعتقد ان الاستاد هيبقى في العاصمه الاداريه. ليك اسباب في التفكير ده؟ بص هو نقله ويعني اعتقد هنهني جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بالفرع الخامس.
التجمع الخامس. هي الفرع الخامس بقى يعني، يعني خلاص احنا عندنا التجمع الخامس الفرع الرابع. وجهه نظرك ان شاء الله يعني تبقى صحيحه. اولا انت طبعا محتاج في بنيه تحتيه موجوده في العاصمه الاداريه موجوده باسم النادي الاهلي متوفرة. دي حاجه لما نعمل حاجه زي دي جوه العاصمه الاداريه او تعمل حاجه زي دي او منشاه بهذا الحجم وبالفساد. انت عملت فرع خامس من غير ما انت عملت فرع خامس للنادي الاهلي يعني مبروك على الاهلاويه. اعتقد ان هو هيبقى في العاصمه الاداريه وده واضح حتى من خلال اللقاء اللي تم امبارح او يعني ان الاتجاه يكون هناك. لكن المطلوب في الوقت القادم بقى الموافقات الخاصه هو قال كده دي مهمه جدا بقى. قال احنا بننتظر في اجراءات اداريه طبعا في اجراءات اداريه وقال لك احنا هنبتدي من بكره بس من بكره ده في اجراءات اداريه هنتخذها للبدء العمل. يعني واضح ان في برنامج زمني محدد ان هينتهوا بيه امتى. وفي مراحل يعني هو قال المرحله الاولى استاذ ركان قال او الدكتور ركان قال ان المرحله الاولى هيبقى الفندق الملعب الاستاد والفندق وميدان الرمايه. دي المرحله الاولى. بعد كده بقى هيخش في الستورز والمتاحف والمناطق الترفيهيه وميدان الرمايه تقريبا الاكاديميه وملاعب التدريب والحاجات دي. فواضح ان في برنامج زمني محدد وعارفين هم بيعملوا ايه. واضح ان الشراكه مع الشركه الانجليزيه اللي هي عملت استاد الارسنال وبتشتغل في استاد توتنهام وقبل كده في ويمبلي تجديدات او دورتموند كمان دورتموند في المانيا وتقريبا ليون في فرنسا تقريبا كانوا قالوا حاجه زي كده تقريبا يعني. فلا واضح ان في ان دي شركه ومسؤوله عن التخطيط الانشائي لملاعب الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي والاتحاد الانجليزي. الشركه دي هي المسؤوله عن التخطيط الانشائي. لا فهم واضح ان هم رايحين لشركه هي عارفين هم بيعملوا ايه يعني. مش اي شركه هيتعاملوا معاها. لا واضح ان في شراكه مع حد له تجارب ناجحه وملموسه في انشاء طبعا ما هو انت ما ينفعش تدي مشروع كبير بالشكل ده. ويمكن كان في مؤتمر اللي كانت محمود ايوه لا المؤتمر قال فيه اتعمل فيه برزنتيشن صحيح الشركه الانجليزيه وتقال فيه الملاعب بتاعتهم ايه وعرضوا البرزنتيشن لل المنشآت اللي عملوها ملاعب كان في حتى كمان منشاه في امريكا ملعب في امريكا عملوه. لا فواضح ان في تخطيط وتركيز وفي برنامج زمني محدد للانتهاء من هذا المشروع. واعتقد ان الايام القادمه خلال شهر يناير هيبقى فيه الاعلان عن مشاريع اخرى داخل النادي الاهلي. اكيد ما احنا انت بتتكلم في استثمار موجود. خلي بالك البرنامج اصل البرنامج مليان مليان صحيح البرنامج كان مليان جدا. لذلك لما هو الكابتن خطيب بيقول اصل الناس قالت ده احلام. لا طبعا لا البرنامج مليان ومليان حاجات كتيره جدا يعني بعيدا حتى عن ملف كره القدم وبنف الملف الرياضي. لا في حاجات كتيره جدا لدور الاسره ودور الام والانشطه الاجتماعيه الانشطه الاجتماعيه ودور والاطفال والشباب وشفنا سبيشال نيدز كمان والقدرات وتنظيم بطولات يعني عندنا بطولتين بطوله افريقيا رجال وسيدات بطوله الطايره على الكره الطايره على الابواب يعني. ففي لا في حركه في شغل في التزام بمواعيد في حرص على التنفيذ باقصى سرعه. ده ملفات كتير جدا. طبعا ملفات كتير جدا ومجهود كبير جدا اعتقد ان انت سرعه الاداء اللي موجوده في مجلس كابتن محمود خطيب وطبعا المجلس بالكامل اعتقد ان هي سرعه هايله. انت بتحقق احلام الاهلاويه بمنتهى السرعه اعتقد الثقه الكبيره اللي جت. هو قال احنا وعدنا وسوف نوفي بوعدنا لكل الاعضاء وجماهير النادي الاهلي. هكمل كلامي معاك عن الاستاد والاحداث اللي فيه لكن يهمني خبر او الاعلان عن تنصيب الاستاذ تركي الشيخ لرئيسا شرفيا للنادي الاهلي. دي حاجه مش جديده على النادي الاهلي ان يبقى دايما حته الشكر وان انت تبقى عارف ان ده محب للنادي الاهلي وهمه جدا ان النادي الاهلي يبقى في افضل حالاته فبالتالي انت بتدعمه او بتديله الشكل المميز في ايضا من الجانب الاخر بقى من الجانب الاهلي وحب النادي الاهلي لهذا الشخص زي ما حصل مع الامير عبد الله الفيصل. طبعا سمو الامير عبد الله الفيصل النهارده بيحصل مع استاذ تركي الشيخ حاجه محترمه من مجلس اداره النادي الاهلي في التوقيت ده ايضا. وكان واضح طبعا من كلام الكابتن محمود خطيب ان هو وهو بيوجه شكر خاص للاشقاء في الامارات والسعوديه. صحيح. بالتاكيد الكابتن محمود وقائمته كان في دعم او تلقى دعم كبير جدا في الانتخابات من اشقاء في السعوديه وكان واضح حتى التويتات اللي عملها المستشار تركي الشيخ على تويتر
دعمه للكابتن محمود الخطيب وقيمته. وشفنا هديته لجماهير النادي الاهلي والمصر وللنادي الاهلي مباراه الامس، رعايته ليها وتحمله تكاليفها وتخصيص دخلها لاسر شهدائنا من الجيش والشرطه والمواطنين اللي راحوا ضحيه للارهاب الغادر يعني. كان فده كان ابسط رد لهديته لينا، ان احنا واحد داعم للنادي الاهلي بيقود مجموعه المستثمرين اللي هيعملوا المشروع العملاق او مشروع القرن زي ما اتقال. كان ابسط رد ليه ان هو يتم تنصيبه او يعني يعني رد من النادي الاهلي ومجلس ادارته واعضائه وجماهيره ان يتم تنصيبه كرئيسا شرفيا للنادي الاهلي كما سبق وعمل وقرر المايسترو صالح سليم مع سمو الامير عبد الله الفيصل. يمكن كابتن محمود يعني قال في الجزئيه ان هو ليس حبا لشخص محمود الخطيب لكن حبا للنادي الاهلي، اكد على الجزئيه أكد دي اكد بالكلام دوت ان هم لانه فعلا اسم النادي الاهلي اسم كبير، اسم تفخر بيه وانت خارج مصر. قد لا تشعر بهذا وانت داخل مصر عشان منافسه وبتاع وكده، لكن وانت خارج مصر تفخر بالنادي الاهلي. صحيح. طيب خليني اتكلم على جزئيه بقى التعداد، يعني كان الاستاد تعداده 60,000 متفرج. يمكن النادي الاهلي طبعا زي ما احنا كنا اتكلمنا 8 مليون او 80 مليون انا اسف او اكثر كمان بالنسبه ل بعد ليفربول على طول في اليوم عدد في التعداد اعتقد ان هو مناسب يا استاذ شريف. لو بالتاكيد يعني عدد مناسب جدا يعني امثال 60,000، وقد يكون برضه في تفكيره انه يحصل توسعه زي ما بيحصل قد الملاعب يحصل توسعه وعدد المدرجات يبقى عندهم الامكانيه ان هو يزود عدد المقاعد في المراحل المقبله، ممكن يكون ده في تفكيرهم، ولكن كبدايه 60,000 متهيألي عدد مناسب من المقاعد لجمهور النادي الاهلي. طب انا عايز اسالك على الاسم نفسه الشريف، مشروع القرن دائما جزئيه القرن مرتبطه بالنادي الاهلي، النادي القرن ثم مشروع القرن وهكذا يعني فاهم، عشان بس ايه انا عارف ان القرن دي يعني ممكن تخليها لا مش يعني بعيدا عن ممكن الناس تضايق يعني عن نادي القرن والقصه دي، ولكن فعلا هو مشروع القرن بالتاكيد. كل اهلاوي وكل مصري سعيد باللي شافه النهارده كمشروع استثماري، مش كملعب كوره، كمشروع استثماري يعني ممكن الاسره المصريه كلها زي ما قال المهندس عادل القيعي، قال لك الاسره هتقضي الاسبوع كله، انت مش هتروح تلعب فيه ماتش كوره، انت طول الاسبوع ممكن تبقى متواجد هناك يوميا بشكل يومي هناك، جيم وبتاع وملاعب ومناطق ترفيه وحمام سباحه، كل ده موجود وفندق، فانت يعني ممكن تقعد تقضي فيه ويك اند وممكن تقعد فيه مثلا اسبوع راحه، فلا فهو في مشروع استثماري سينقل النادي الاهلي ويعظم موارده اللي هتخدم اعضائه بعد كده، يعني عظم موارده اللي هتخدم اعضائه وجماهيره نفس الشيء برضه ماشي، لا فهو لازم يبقى مشروع قرن لانه ما حصلش في مصر ان اتعمل استاد بالشكل ده. صحيح. في ملاعب مهمه جدا، استاد القاهره، استاد الدفاع الجوي، ملعب الجيش ببرج العرب، استاد السلام، استاد اسكندريه بعرقته واصالته، استاد اسماعيليه المصري، في ملاعب وملاعب كويسه جدا، بس كره قدم يعني ملعب كوره لا مش باسم نادي كمان ومش باسم نادي بالشكل الحديث والشكل الاستادات الذكيه اللي موجوده حول العالم، لا مفيش لا مفيش فهو مشروع قرن بالنسبه للمصريين على الاقل. بالنسبه للمصريين هو مشروع قرن ومشروع قرن بالنسبه لحجم المستثمرين اللي داخلين فيه. يعني انت يعني مستثمرين من اهم دولتين في الشرق الاوسط في الاستثمار، السعوديه والامارات ومصر. يعني فانت لا هو مشروع قرن فعلا. والواحد سعيد فعلا وانت كان موجود وجوه نادي بتفخر بيه وان الناس بتاخد بتحط ثقته دائما فيها يا استاذ شريف. بالتاكيد طبعا دائما السعاده بتبقى موجوده. انا اعتقد ان الاهلاويه هم بيفخروا بالثقه مش في الاشخاص. ايوه بالظبط، الثقه في الكيان، في الكيان، وهو ده الكيان نفسه. ودائما كابتن محمود الخطيب هو بيتكلم على الجزئيه دي، الكيان عشان توصل واعضاء هذا الكيان وجمهور هذا الكيان ومجالس ادارات هذا الكيان كله يجي تحت الكيان. صحيح. خلينا اروح يعني سريعا بقى ومكالمه هاتفيه من صديق عزيز وناقد رياضي كبير استاذ علاء، عايزه طبعا تقول له الو يا استاذ الشريف. مساء الخير يا اسطوره.
مساء الخير كابتن محمد، مساء الخير استاذ شريف. انا والله بالصدفه بسمعكم ومتابعكم ومستمتع جدا جدا بالحوار والله. خليك. طبعا استاذ علاء عزة النقد الرياضي بالاهرام طبعا حاجه محترمه جدا، حاجه جميله ودائما مقل حتى في كلامه في التلفزيونات، لكن احنا بنستمتع بيه برضه يعني. استاذ شريف يعني استاذ محمد ربنا يخليك. مش مقل ولا حاجه، ده حصري بجد بالحوار بينكم وبين استاذ شريف ما شاء الله، يعني حاجه مشرفه وحاجه جميله بجد بجد يعني. حبيبي استاذ علاء، خليني بقى اكلمك على مشروع القرن ورايك ومتابعتك للمؤتمر الصحفي واللي اعلن عليه يعني كابتن محمود الخطيب عن هذا المشروع، واكيد فخر لكل الاهلاويه، فخر لمصر كلها الصراحه يعني. استاذ شريف هو بيتكلم قال لك دي حاجه هيستفاد بيها مصر او هتستفاد بيها المصريين بشكل كبير يعني. والله يا كابتن محمد انا فرحان زي ما كل اهلي النهارده خد بطوله، مش عارف ليه يعني، عندي احساس النهارده ان انا بحتفل بان الاهلي كسب بطوله. يعني حاسس ان الاهلي النهارده كسب بطوله كبيره، بطوله مهمه قوي، عمل حاجه مهمه قوي قوي في تاريخه. لا النهارده بجد يعني النهارده يوم خد كاس العالم. بالظبط، النهارده يوم من ايام التاريخ فعلا والله. النهارده يوم علامه فارقه في تاريخ النادي الاهلي. لا النهارده يوم مش عادي بجد يعني، ان احنا طول عمرنا بنتكلم على استاد على استاد على استاد، فجاه احنا من المجلس السابق كنا بنتكلم على مشروع الاستاد وانه حلم قرب، لكن للاسف مرت 4 سنين والاستاد ما ظهرش للنور. الكابتن محمود الخطيب لسه يا دوب كان قبل اخر مؤتمر ليه في الانتخابات كان بيشرح الاستاد، وكنا موجودين انا والاستاذ شريف موجودين في الفندق وبنشوف بتاع، لكن ما كنتش متوقع ابدا بالسرعه دي يعني، ما كنتش متخيل ابدا. انا عارف ان الكابتن محمود الخطيب لما بيتكلم على حلم بيتكلم على وعود قبل التنفيذ. وعود. حلم. يعني حلم قبل التنفيذ، لكن بالسرعه دي لا، انا ما كنتش اتخيل ابدا الامر بالشكل ده. انا كنت بتكلم على حاجه ممكن تتم خلال سنتين، يعني ممكن كنت اتوقع خلال سنتين يقولوا نشوف المؤتمر ده خلال سنتين، لكن بعد شهر بالضبط او شهر ويوم من نجاح المجلس كابتن محمود الخطيب، لا ده بالنسبه لي امر مفاجئ جدا وامر سعيد جدا 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 بيه، وسعيد كمان ان 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 اشقائنا في السعوديه ورموز الرياضه في السعوديه ارتبطوا باهم منشاتين في تاريخ النادي الاهلي. شفنا الصاله المغطاه، وكانت اول صاله مغطاه في تاريخها في مصر، كانت اعمالها اطلق عليها اسم الامير عبد الله الفيصل، وخد وقتها العضويه الشرفيه في الرئاسه الشرفيه في النادي الاهلي. النهارده الامير ترك الشيخ بياخد الرئاسه الشرفيه النادي الاهلي بمناسبه الاستاد الجديد. يعني سبحان الله المفارقه غريبه جدا، ان اهم حاجتين حصلوا في النادي الاهلي القرن الماضي كانت الصاله المغطاه، ودي كانت اول واكبر صاله مغطاه في تاريخها في النادي الاهلي في مصر اسف، وارتبطت وبنستفاد منها لغايه دلوقتي بشكل رائع كمان يا استاذ علاء. طبعا يعني احنا كنا بنتكلم يعني الصاله المغطاه دي في وقتها كانت حدث غير عادي يعني، كنت بتتكلم جوه نادي الصاله المغطاه جوه نادي وبالحجم ده وبعدد كان عندنا مجمع الصلاه الجماهير قبل مجمع الصلاة كمان شريف، يعني كانت قبل مجمع الصلاة دي كان في اواخر الثمانينات. مجمع الصلاة ده كان في سنه 91 لما مصر اتصدرت دوري الابطال الافريقيا، لكن الصلاة المغطاة بتاع النادي الاهلي كانت في الثمانينات، كانت بدايه الثمانينات في اواخر الثمانينات كانت سبقت مجمع الصلاة. النهارده ان شاء الله باذن الله الكابتن محمود الخطيب النهارده اسعد ملايين الجماهير الاهلاويه، اسعد كل جماهير الرياضه في مصر، اسعد حتى الكابتن محمود الخطيب يمكن اسعد اقتصاديين كمان في مصر، يعني انا اعتقد طبعا خبراء الاقتصاد في مصر النهارده سعداء جدا 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 بما اعلنه كابتن محمود الخطيب استاد النادي. والله يا استاذ علاء يعني احنا بنتكلم، هو الاستثمار الرياضي ده ما هو ده انفستمنت موجود داخل البلد ومن خلال المستثمرين بره، ما هو ده حاجه لازم نقول ان في دول بتقوم على الرياضه، استثمار رياضي عملاق، استثماراتها بتقوم على الرياضه، استثمار رياضي عملاق. خلي بالك طبعا علاء بعد اذنك علاء وعقب، الناس كانت واخده بالها استاد للاهلي، استاد للاهلي، لكن ده مشروع استاد للاهلي اللي هو مدرجات وملعب وممكن يبقى فيه ملعب تدريب وجنينه مثلا بتاع حمام سباحه صغير، لكن مشروع بهذا الحجم وبهذا الابداع في التصميم والفكره المستوحاه من مناره اسكندريه، لا في عقليه بتفكر صح، في عقليه عارفه هي عايزه ايه. لا كمان الشيف الكابتن محمد فاروق كان بيسالك لما انت بتكون لما انت كنت بتزور دول بره مصر وبتشوف ملاعب خاصه بانديه قد ايه، احنا كنا بنبقى عندنا حزن شويه لما بنشوف ملعب باسماء انديه كبيره، انديه عالميه كبيره جدا، ازاي النادي الاهلي ما يكونش عنده استاد زي ده، والنادي الاهلي يمتلك الامكانيات ويمتلك القدره ان يكون عنده استاد
بهذه الفخامه. لان هو ما ينقصه يا استاذ علاء هو بس هو الاستاد يعني تقريبا انت دلوقتي عندك عدد جماهير ما شاء الله بعد ليفربول كمان برضو كان ينقصنا برضو قانون يمنحك دي صحيح القانون كان برضو كان الجزء قانون يمنحك فرصه او يعني يبقى في اليه سهله ما فيهاش معامل انت عارف الروتين والتعقيدات والورق والمش عارف ايه ومصلحه ايه وتعدي على مصلحه ايه لا القانون اداك اريحيه في ان انت تحقق ده حته الاستثمار صحيح الاستثمار في الرياضه بالظبط يا استاذ شريف زي ما حضرتك اتفضلت وقلت فعلا انت حضرتك مش بتتكلم عن حاجه بتفيد مش هتفيد جمهور النادي الاهلي وبس بتفيد مصر بجد يعني احنا دلوقتي في حاجه فعلا لمشروعات اقتصاديه عملاقه وده مشروع بجد شوف حضرتك هنتكلم على العماله ده هيوفر كام فرصه عمل استاذ ده صحيح بنتكلم على خدمات مجاوره النادي الاهلي ده هيعمل احياء جنبه يعني ان اهل مدينه نصر ده كان سبب رئيسي وسبب مباشر في حي مدينه نصر او توسعات في مدينه نصر مظبوط صحيح يعني انا لما كنا بنشوف التوسعات في لما كنا بنشوف التوسعات في او بدايه حجر الاساس لاهل مدينه نصر بشوف كان بفراغ والله يا استاذ علاء احنا صغيرين كنا بنروح باهل مدينه نصر ده مش عارفين نروحه كان صحراء وبعدين هو دلوقتي اسمه شارع النادي الاهلي صحيح النادي الاهلي هنتقابل عند النادي الاهلي مش هنتقابل في مدينه نصر ايوه صح فانا شايف ان النادي الاهلي هيعمل نقله كبيره جدا وانا متفق مع استاذ شريف ان الانسب مكان ليه العاصمه الاداريه الجديده بجد يعني ده المكان الانسب ليه وده وخاصه كمان ان هناك هيكون الامر سهل جدا يمكن اسهل شويه من الشيخ زايد وكان ده كله ان العاصمه الاداريه واضح ان فيها شغل عملاق بجد وواضح ان فيها امكانيات متاحه بجد وسلسه جدا مترو وتلفريك وكل حاجه وان شاء الله يكون جنب الفرع الرابع للنادي الاهلي خامس بقى الخامس اسف فانا بقول مبروك لجمهور لجماهير الكره في مصر مبروك لجمهور النادي الاهلي بجد الحلم اللي احنا كنا بننتظره انا كنت شايفه انه بعيد شويه لكن النهارده كابتن خطيب قال لنا ان الحلم اقرب بكثير مما كنا نتخيل ومره ثانيه مبروك وانا بجد بكرر الجمله اللي بديت بيها انا حاسس النهارده النادي الاهلي خد بطوله كبيره جدا احنا كلنا سعداء يا استاذ علاء لكن خليني قبل بقى ما اقفل معاك يعني سرعه تنفيذ الوعود بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي في التوقيت ده بيمثلك ايه يا استاذ علاء وانت متابع جيد لهذه الجزئيه؟ لا ده واضح ان هو كان في فكر يعني واضح ان في فكر مسبوق واضح ان في خطط سابقه التجهيز والتنفيذ يعني واضح يعني زي ما الشيف قال لك ان 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 ان, إن حتى يمكن الاستاذ اركان وهو بيتكلم في المؤتمر الصحفي بيقول ان احنا بقى لنا 45 يوم دي معناها قبل الانتخابات ب 15 يوم معناها ان الكابتن محمود الخطيب كان داخل الانتخابات وهو بالفعل مركز في هذه الجزئيه صحيح وهو واثق هو في علم الاداره خلي بالك كمان يا استاذ علاء استاذ شريف في حاجه اسمها immediately وemergency يعني اعتقد ان كان حلم الاهلاويه هو كان مصاب في الجزئيه دي بالنسبه لكابتن محمود اشتغل عليها بشكل كبير صحيح هو مجلسه طبعا هو اكيد لو كنت سالت يا كابتن محمد اي يعني لو كنت سالت 10 من جمهور النادي الاهلي نفسك في ايه؟ اعتقد ان التسعه على الاقل كان يقول لك نفسنا في استاد النادي الاهلي. يعني مش اقل من تسعه يقول لك احنا كان نفسنا فعلا في استاد النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بالذات بيشعر بحميميه او بخصوصيه تجاه المنشات اللي بتحمل اسم النادي. طبعا احنا كلنا فخورين بالمنشات العظيمه والاستادات العظيمه في مصر ما شاء الله وشفنا برج العرب امبارح كان مفخره لمصر واحنا بنستضيف مباراه عالميه لكن لما يكون الامر مرتبط باستاد باسم النادي الاهلي اعتقد ان الامر هيكون له واقع مختلف جدا عند جماهير النادي الاهلي واتبسطت جدا كمان ان لما الاستاذ اركان اتكلم على المدرجات ساعه الاستاد لما عرفت انه 60,000 تقريبا بتشوفها مناسبه استاذ علاء 60,000 ولا اصل احنا عددنا كبير بس ما شاء الله فهي لا 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 ما برضه من نفس المنطق اللي بتتكلم بيه احنا بنشوف انديه اوروبيه تعمل استادات ساعتها 40,000 وخاصه كمان ان دلوقتي في العنصر التكنولوجيا دلوقتي خلى في حاجات اللي هي المدرجات المركبه يمكن دي بنشوفها في اوروبا كتير جدا يعني ممكن الاستاد بسهوله جدا ساعته بتحصل فيها عمليات وتقل كمان اصل انت دلوقتي 80 مليون ان شاء الله بعد سنتين ثلاثه هتبقى اكتر من كده يعني استاذ شريف عبادة كان رئيس لجنه منظمه كاس العالم في البرازيل وهو كان مشرف على الاستادات فكان عارف ان ازاي الاستادات كانت بتشيل 80,000 وبعد البطوله بيبقى 40 وبعد كده فعلا فريو احكي لك بالظبط دي بتزيد وبتعمل فدي اعتقد ان طبعا اكيد يعني الحاجات دي كلها معموله في لا هو ما فيش مشروع بالشكل ده استاذ علاء محطوط ليه الصدفه يعني كل حاجه محسوبه وكل حاجه عشان كده انا حكيت المدرجات 60,000 دي انا شايف ان هو طبعا عدد مناسب جدا شايف ان بسهوله جدا اكيد في مليون في المية في فكر لزيادة تعرض المدرجات ممكن توصل ل 80 وممكن توصل ل 75 حسب الحاجة وممكن تقل تاني لكن أنا شايف إن هو 60 عدد كويس جدا هقول لك أنا جاي لي رسالة دلوقتي يعني جمهور النادي الأهلي
هو بيتكلم والمستثمرين العرب يقول لك احنا كمان عايزين نساهم. تخيل حب الهلال. اكيد اكيد يعني ان شاء الله حتى بيقول لك ب 100 جنيه ولا بجنيه يعني نكون متساهمين عشان النادي الاهلي يبقى بالشكل ده وعندنا استاد الاهلي. يعني انا عايز افكر بس حضرتك بحاجه. احنا مره كان سنه في 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 بدايه السنوات كنت في مجله النادي الاهلي وكان في بناء فرع الاهلي في مدينه نصر. وكان في مبادره ان الجمهور الاهلي تشارك. انا والله العظيم والله العظيم والله العظيم كان بيجي لي اكثر من 20,000 خطاب. انا كنت مسؤول عن بريد القراء وقتها في مجله النادي الاهلي. والله كنت كل ما بفتح جواب لازم الاقي فيه مبلغ مالي من متبرع من جمهور النادي الاهلي بيقول لي استاذنك ان المبلغ ده ولو كان بسيط يروح لبناء بناء فرع مدينه نصر. وهو اصلا مش عضو لانه كلهم كمان كانوا اقاليم يعني من اسوان وبتاع. ما هي عائله الاهلي اعتقد ان انت الفلوس دي اللي جبت بيها الفيلا اللي في مدينه نصر. هو على فكره هي مبادره يا استاذ علاء. يعني الناس يعني بتحاول تقول انها موجوده داخل الكيان باي شكل من الاشكال لكن هي طبعا ما فيش كده. لكن هم بيحاولوا طبعا مبادره عايزين يساهموا في بناء تاريخ النادي الاهلي بشكل كبير. لا حلم كبير وتحقق والناس شايفه انه هيبتدي يعني هيبقى واقع هيبقى واقع. لا الناس واخده بالها ومركزه قوي ومركزه مع المجلس دوت وعايزه تشوف الناس هتعمل ايه. وواضح ان التفاؤل موجود ان المجلس كمان اسرع من تفكير الناس زي ما قال علاء ان ما حدش توقع ان بعد 31 يوم او بعد 30 يوم بالظبط ماشي انتخابات 30 نوفمبر صحيح. يوم 31 ديسمبر يتم الاعلان. لا يعني لا واضح ان الناس كمان مش قبل مش 45 يوم. لا واضح الناس مركزه من قبل او شغاله من قبل 45 يوم. صحيح يا استاذ علاء. كلمه اخيره لو تحب تقول يعني بخصوص هذا اليوم يعني. لا انا بقرر ان انا بجيب بيه مبروك لجمهور النادي الاهلي. مبروك احنا النهارده تاريخ جديد للنادي الاهلي. دي علامه مفرقه تاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله لو على مدار 110 سنه لو حبينا نقف قدام الايام التاريخيه في النادي الاهلي مش هنقدر نحصيها. فانا بضم هذا اليوم 31 ديسمبر 2017 الايام التاريخيه في النادي الاهلي لان التاريخ هيقف عند اليوم ده كتير جدا. راس سنه سعيده فعلا. طبعا يعني راس سنه سعيده فعلا على الاهلاويه والمصريين. راس سنه سعيده لجمهور النادي الاهلي. اعتقد ان تاريخ النادي الاهلي هنقف كتير جدا واحنا بنسترجع تاريخ في يوم 31 ديسمبر يوم الاعلان عن تدشين استاد النادي الاهلي. فهنقف قدام التاريخ ده كتير. وبقول للثاني مره ثانيه مبروك لمصر بجد. مبروك للرياضه المصريه ان يكون عندنا منشاه رياضيه عملاقه. مصر تستحق ان يكون عندها منشأة رياضية بهذا الحجم. وإن شاء الله بإذن الله هتكون هذه المنشأة في خدمة الرياضة المصرية مستقبلا إن شاء الله في القريب العاجل لما مصر تستضيف بطولات كبيرة جدا كأس عالم إن شاء الله. إن شاء الله طبعا بنية تحتية تبقى موجودة بالشكل ده إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. أستاذ علاء أنا بشكرك. بداية لاستادات أخرى إن شاء الله يعني. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أستاذ علاء أنا بشكرك طبعا. أستاذ علاء عايز طبعا النقد الرياضي يعني أعتقد إن سعداء المصريين كلهم لازم يبقوا سعداء بما فيهم التأكيد. مختلف الانتماءات بس عشان احنا قاعدين هتشوف بقى مواقع والسوشيال ميديا دلوقتي وتويتر لا الناس هتبقى لا هتبقى في فرحه عارمه. اعتقد ان جمله مشروع القرن دي هتتصدر تويتر. انا بقول لك القرن مرتبط بالنادي الاهلي دايما او جزئيه القرن هتتصدر مرتبطه بالنادي الاهلي. لو ما كانتش لو احنا بقالنا فتره يعني واخدنا شكل التصميم مبهر حقيقي. يعني التصميم مبهر فعلا حقيقي. يعني انا يعني لما شفت البرزنتيشن اللي اتعمل في المؤتمر الصحفي بتاع قائمه الكابتن محمود الخطيب ماشي استاد وعارف انا وشفت قبل كده ويبقى في اماكن ترفيه وفي ستورز وفي متحف والكلام ده كله لكن ما جاش في دماغي خالص ان هو التصميم بهذا الشكل والشكل الهندسي دوت انه تستوحى حاجه من التراث المصري او من الحاجات التاريخيه الاثار التاريخيه بتاعتنا تستوحيها في شكل الاستاد. لا واضح ان في ناس بتفكر وهم كمان خلي بالك يعني. يعني الجزء الهندسي بيراعوا كمان درجات المشاهده سواء لذلك انا بقول لك ليه العاصمه الاداريه لان في حاجات كتيره جدا في العاصمه الاداريه مستوحاه من تراثنا يعني هتتبني على كحاجه مودرن كمان بتستوحى بيها من التراث القديم بتاعك صحيح. فده توقعي هيبقى في العاصمه الاداريه. لكن يعني دكتور ركان الحرسي وهو بيتكلم ان يعني ودي حاجه بقى الواحد بيسعد بيها جدا ان حتى اخواتنا العرب عارفين قيمه النادي الاهلي وعايزينه نزق معاهم ونزق كلنا ان احنا النادي الاهلي يوصل بقوه للعالميه من خلال هذا الاستاد. ودي حاجه تفرحك بعيد عن الاستثمار بقى بعيد عن الجزء المادي ودي حاجه محترمه جدا 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 منهم بامانه. بص حضرتك يعني يمكن عضو النادي الاهلي يهمه المنشات و والاخر لكن جمهور النادي الاهلي يهمه اسم النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يهمه كيان النادي الاهلي.
ما يهموش خدمات الاجتماعيه والانشائيه قوي، لكن جمهور الاهلي اللي هو 80 مليون اللي هو بيراهن عليهم الاستاذ ركان، بيقول ان ده يعني اعلى عدد سكان بيشجع نادي بعد نادي ليفربول في انجلترا. لا، ده المستهدف، ده المستهدف بتاعك، ده المستهدف بتاع المنتج بتاعك، ده اللي هتصدر له او سواء المنتج بتاعك. ان الملعب دوت مش معمول لاعضاء النادي الاهلي بس، ستورز والمتاحف لكل الناس اللي هتيجي تزور مصر، واللي هتيجي ان شاء الله تزور العاصمه الاداريه، او هيبقى هبوطهم على العاصمه الاداريه او تواجدهم في العاصمه الاداريه ان شاء الله، يعني لو هم اختاروا العاصمه الاداريه يعني. لكن لا في هدف، في هدف، وهو هدف واضح، مش حكايه استثمار بس او مش حكايه دخل مداخيل بس، لا في هدف يعني لرفعه شأن واسم ومكانه النادي الاهلي عالميا، ويبقى في مصاف في الدول العالميه، وده حاجه احنا شاعرينها من حجم النجوم اللي جم امبارح. صحيح، العرب اللي جم امبارح صحيح، وقيمتهم وصف اول يعني. انت ممكن تنظم مباراه في الليغا الحمراء كمان، لا وممكن تنظم مباراه وديه بين الاهلي واتلتيكو مدريد، فيجي لك نجوم او لعيبه من عرب وبتاع، لكن يجوا لك بقى من الهلال والاتحاد والنصر اللي هم ثلاثه كبار، والشباب النصر ثلاثه كبار في او الاربعه كبار في الدوري السعودي. لا ده في اهميه حقيقي. واحنا كده بنستعرض الشكل والتصميم الهندسي اللي انا بتخيله بعد ما يتبني بقى استاذ شريف، ومراعاه جدا جمهور النادي الاهلي للحفاظ على كل حاجه فيها تتبني. بص حضرتك انت يعني المشهد ده احنا برضو لما بنخش روح مولات مثلا او كده تبقى مبهور بحجم الانشاءات وبتاع وكده، فبالك بقى لما تبقى ملعب بالشكل ده. وبعدين يعني حكايه الكباين اللي قال عليها دي اللي هي ال 166 كابينه دي، دي انا شفت في ملعب الامارات في الارسنال الكباين دي مؤجره بشكل سنوي او بشكل مثلا لمده طويله، كونفرنس روم عباره عن ايه؟ مكتب رجل اعمال، مكتب شركات رجال اعمال، بيبقى قاعد شغال، الماتش يبتدي يروح لافف الخلفيه الزجاجيه يتفرج على الماتش. شفت انا في ملعب الامارات ده حاجه فاخره يعني. تخيل بقى ال 106 دول هيعملوا دخل قد ايه؟ دول بس المهندس عادل خالد اتكلم عليها دي، المهندس عادل قال عليها دي، شفتها في ملعب الامارات حاجه فاخره. وشفتها في ملاعب ثانيه بس بقى ايه؟ بتؤجر او يعني بيتم بيعها كتيكت للمباريات، تيكت سنوي او تيكت مثلا لايفنت معين او حدث معين، زي السوبر المصري لما شفناه في ملعب هزاع او استاد الجزيره، في كباين معموله اللي هي بقى ايه؟ اسر، عائلات، اللي هي حاجات السبيشال دي، دي برضو بتعمل دخل كبير جدا. لا ففي يعني القصه مش استاد يعني، او يعني انا لما شفت الملاعب حتى اللي هم بنوها يعني ملعب الترا في منطقه، بس في منطقه اقرب للسكنيه يعني مقربه للسكنيه، وفي وسط الملعب بتاع الالترا فورد في مانشستر، لكن ما فيهوش المنشآت دي كلها ولا الفندق ولا الكلام ده كله، ما فيهوش كل استاد كره قدم وخلاص. وعايز اقول لك حاجه، مصر تتفرد عن دول العالم كلها بالانديه بتاعتها يعني زرت دول كتير جدا ما فيش انديه كده، حمامات سباحه وملاعب كره وصالات مغطاه وحدائق ترفيه وملاعب للاطفال ومش عارف. طب ما بتلاقي لعبه زي السله والطايره يعني دي تبقى يعني زرنا دول عربيه، بلاش مش هقول لك اوروبيه، عربيه ما فيش كده يعني. هو ملعب كوره صاله مغطاه لوحده، كل كنشاه لوحدها كده يعني، ما فيش يعني يعني احنا الترفيه عندنا من ضمنه ان انت تروح النادي صحيح، تمارس رياضه، تقعد تتزاور، الناس تتقابل مع بعض، فده مش موجود في العالم غير في مصر بالشكل ده صحيح. يمكن حتى علاء بيقول لك وانا احنا في ريو المنشآت الرياضيه كلها كانت حديد، الحاجه الوحيده اللي كانت ثابته الملعب ماركان اللي كان عليه الافتتاح والختام، لكن بقيه المنشآت كلها حديد بتفك وتركب، بتتفك وتتركب وتتباع بعد كده لدول ثانيه هتعمل ايفنت ثاني او بطوله ثانيه او كده. فكله يعني هو طبعا عشان ما يعملش تكلفه عاليه كبيره، لان برضو البرازيل دوله ناميه، لو عمل منشآت بعد البطوله مش هستفيد بيها في ريو تحديدا، لكن الاستاد ده موجود، ملعب موجود بتلعب عليه بطولات وبتلعب عليه مباريات المنتخب البرازيلي ومباريات دوليه او وديه او مباريات دوري برازيلي، لكن كل المنشات بما فيها المركز الاعلامي والمركز الصحفي والمراكز والملاعب الشاطئيه والحمامات السباحه، كل ده فك وتركيب، كله فك وتركيب بعد البطوله اتفك كله. حقيقي واحنا بنتفرج برضه يعني الواحد مستمتع جدا وهو بيتفرج على الشكل اللي هيكون فيه الاستاد الاهلي، لكن خليني اقول لك ايضا جمهور
والاستاد الذكي زي ما احنا بنتكلم، انت هتلاقي واي فاي، هتلاقي التيكتنج بتاعك على الانترنت، هتلاقي دخولك ومكانك. جمهور بقى، قاعده البيانات اللي حصلت بالنسبه لجمهور النادي الاهلي من خلال وجود بقى الجمهور وعارفين ببطاقته هيكون عامل ازاي، ده مهم جدا برضو من خلال الفتره اللي جايه يا استاذ شريف، وهتساعد كتير جدا ان تبقى الامور منظمه كمان في لما يتعمل الاستاد بشكل كبير. المواطن المصري او يعني مشجع الكوره ذكي، لما بيلاقي نظام وسيستم وسيستم ماشي على الكل باسلوب واحد بيمشي جواه، بيخش جوه السيستم وجوه النظام. لكن انا برضو كمواطن داخل الاستاد معايا تيكت ودخلت ما لقيتش كرسيه، ماشي، ولقيت كرسيه ده قاعد عليه سين او صاد فلان الفلاني، ماشي، هتضايق، فهضطر ان انا اعمل زيه، هجيب واسطه عشان اقعد في الحته دي. لكن لو في نظام وانا التيكت بتاعي داخل بيه عارف انا هقعد فين، زي ما بيحصل في كل العالم، ولو في نظام هتفتش وانا عادي خالص، وهخش الملعب اقدم اي حاجه معايا افتحها عشان تتفتش بشكل طبيعي. لكن انا عارف ان انا جوه مش هلاقي كرسي، فعشان كده مستعجل، لا عايز اتفتش ولا عايز ولا عايز ولا عايز. لكن لو في نظام وسيستم محطوط والكل بيتعامل فيه سواء، مواطن زي مدير زي رئيس زي 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 كل حاجه، ماشي، هنمشي في السيستم وهنمشي في النظام. وعندنا تجارب كتيره ناجحه في الموضوع ده، يعني عندنا تجارب كتيره ناجحه في الموضوع ده، طالما في نظام ماشي على كل سواسيه ومفيش مجاملات ومفيش ده يخش يقعد مكان ده والكلام ده، هتلاقي كل الجمهور ماشي. انت كانك داخل سينما بقى و... انت فاهم، والتيكت بتاعك معروف والكرسي مرقم وعارف انت داخل من بوابه ايه وعليها لون ايه والكلام، لان ده بيتم يا فندم في باماكو 2002 مالي. باماكو اللي هي عاصمه مالي دي افقر 10 دول في العالم. لم اشعر رغم الزحام الشديد، يعني دوله عباره عن شارع اوله فندق واخره استاد، شيراتون واخره الاستاد، وعلى الجانبين عشش، ماشي، لم نشعر بالازمه دي في الدخول والخروج. الناس داخله رافعه التذكره بتتفتش تخش الملعب وتخرج نفس الحكايه، مفيش ازمه خالص. فليه احنا ما نبقاش كده؟ ليه احنا ما نبقاش كده؟ وليه التعامل في الدخول ما بقاش كده؟ طالما معاك التيكت وانت عارف مقعدك فين ومكانك فين، هتخش تقعد في الحته الفلانيه. وده اللي حصل امبارح يا استاذ شريف، بالتاكيد. لا، في الملاعب، في الملاعب الكبيره عندنا بيحصل كده. احمد ده. اللقطه بتاعت امبارح وتقول الجماهير، بص، المشكله برضو في بعض المباريات اللي هي ما بقاش يعني ايه، بتبقى ملاعب اقاليم، بيبقى في مجاملات، لان كلهم عارفين بعض، يعني احترامنا الشديد جدا، كل البلد عارفه بعضيه، فعارف ان ده ابن فلان وده قريب فلان وبتاع، فاقعد هنا وانت اقعد هنا وخلاص. لكن في الملاعب المقاعدها مرقمه زي اللي استضافت لما عملنا استضافه كاس العالم 2009، لا، كان كل حاجه ملتزمين بيها. ممكن تختلف حاجات بسيطه، لكن بشكل عام انا عارف ان انا كرسيه في المدرج ده، ممكن اقعد قدام كرسي ورا كرسي، لكن مع التعود وان النظام يمشي والسيستم يمشي، هتلاقي كل الناس صحيح. عارف انا اقطع كرسي في الحته دي، لان في تذاكر سنويه كمان. صح، التذاكر السنويه دي موجوده وموجوده في كل حال العالم. خليني بس واحنا بتكلم على جزئيه الجمهور، وان كمان حبه وانتمائه للنادي الاهلي بيخليه كمان حريص جدا. ده الشكل بتاع امبارح، كان حريص جدا امبارح على دخوله بشكل سلس وسهل، طبعا بالاضافه ان هم بينفذوا التعليمات، انت طبعا بالتفتيش بالتذكره بتاعتك، خلى المنظر ممتع. هيخلينا ان شاء الله في استاد الاهلي الاكثر امتاعا ان شاء طبعًا الله. طبعا طبعا تاكيد طبعا. بص، يعني زي يعني بكررها تاني، لو السيستم ماشي مظبوط هتلاقي كل حاجه مظبوطه، والمواطن هيخش جوه السيستم طبيعي. بص، الناس اختلفت والفكر اختلف، وعندنا شباب بسم الله ما شاء الله يعني واعي جدا واذكى مننا وعنده رؤيه وعنده كل حاجه. ماشي، سيبك من القله بتاعت الارهابيين والمرحلين دول، لكن عندنا مصر عامره بشباب فاهم جدا وواعي جدا. وشفنا يعني في حفله التكريم الشباب الحمله، حاجه فاخره. جميل. حمله الكابتن معلول حاجه، شويه شباب طالعين ومستويات ايه وتعليم ايه، حاجه يعني تفرح بيها، وكلهم ابناء النادي وابناء عاملين وابناء اعضاء، يعني ما حدش جاي من بره النادي، يعني جوانا اولادنا واولاد اصدقائنا والكلام ده. فلا، في شباب فاهم، ولما يعني تعامله على انه فاهم بيخش جوه النظام وجوه السيستم. وده برضو سبب من الاسباب ان انت تعمل جامعه رياضيه داخل اكاديميه اداريه
لا حق دي بص انا دي برضو سعيد بالحته دي حته ده دور برضو ده دور ده دور للمؤسسات الوطنيه في مصر دور لان يعني الدوله مش هتعمل كل حاجه يعني الدوله لما انت تجيب مستثمرين يعملوا حاجه زي دي انت بتخلق اجيال عندها وعي اداري عندها فكر تطويري كل بتخلق اجيال لما الدوله مش هتعمل كل حاجه صحيح. لو قعدنا مستنيين الدوله تعمل كل حاجه مش هيحصل حاجه صحيح شريف خليني بقى اطمن على فريقنا النهارده اللي كان عنده تمرين النهارده وعنده مباراه ان شاء الله يوم الثلاث امام النصر في المباراه المؤجله بالنسبه لفريق النادي الاهلي عندنا مباراه ثانيه امام المقاولين ولكن النهارده تمرينه النهارده طبعا استعدادا لمباراه النصر بس. المؤجله كريم مساء الخير عليك كريم حاجه طبعا الاستاذ مهندس شريف عبد القادر النهارده طبعا زي ما احنا عارفين كمران للنادي الاهلي المقرر كان الساعه 3 عصرا لكن بدا متاخر شويه كابتن كورو بدا الساعه 4 وربع وكانت محاضره مطوله جدا من الكابتن حسام البدري والجهاز الفني بالكامل داخل غرف خلع الملابس كان فيها كلام كثير جدا عن المرحله القادمه خلاص يمكن احتفلنا في مباراه الامس وكان يمكن يوم رائع واشاد بيه ومردود كبير جدا داخل النادي الاهلي من اعضاء الجمعيه العموميه على السعاده وعلى اختيار اليوم واختيار التوقيت واختيار فريق مقيمه اتلتيكو مدريد يكون متواجد امام النادي الاهلي وكان في اشاده كبيره جدا من خلال تواجدنا في النادي الاهلي من اعضاء النادي الاهلي لكن لو بنرجع للتدريب طبعا كان محاضره مهمه جدا الكابتن حسام اتكلم في جوانب كثيره مع اللاعبين كل لاعب على حده واتكلم على مع بعض اللاعبين بشكل منفرد يمكن طبعا ده ما ظهرش في ملعب مختار التشكيل لكن ده كان كله داخل غرف خلع الملابس على اهميه المباريات القادمه وتكون انطلاقا ان شاء الله من مباراه النصر النهارده كان التدريب يعني انقسم الى قسمين جزء مع الكابتن انيس الشعلالي طبعا في البدايه بعض التدريبات البدنيه كده للاعبين لكن كالعاده طبعا تفضيل كل اللعيبه اللي شاركت في مباراه الامس واللعيبه كمان اللي شاركت في مباراه بتروجيت كانوا خدوا النهارده بعض الجرعات التدريبيه الخفيفه جري خفيف جدا حول الملعب وباقي اللاعبين ادوا تدريب كامل النهارده شفنا عماد متعب بيعود للتدريبات لكن مش للتدريبات الجماعيه النهارده كان متواجد مع الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بجانب سعد سمير اللي طمنا عليه برضه من طبيب النادي الاهلي خالد محمود ان شاء الله سعد في مراحل متقدمه جدا في التاهيل وسيكون في اقرب فرصه ان شاء الله متواجد مع فريق النادي الاهلي شريف اكرامي ايضا كان عنده التهاب في كعب القدم كده ما كانش مشارك فيها التدريبات كان بيقضي بعض تدريبات الجيم النهارده ايضا كان مستمر في التاهيل وقضى تدريبات حول الملعب جري خفيف حول الملعب وتدريبات بسيطه جدا من الكره لكن ما شاركش مع الكابتن طارق سليمان ومع حراس المرمى في التدريب القوي النهارده اللي كان عامله الكابتن طارق سليمان زي ما بنقول ان شاء الله مروان محسن ظهوره امس وظهوره ان شاء الله في مباراه النصر وتكهنات كثيره جدا ان شاء الله انه هيكون في بدايه المباراه كابتن حسام مركز معاه اكثر من مره على استعداده ليه ان شاء الله انه يكون هو عنصر من العناصر الاساسيه في مباراه النصر لكن الامور ماشيه بشكل طيب جدا لكن الخساره الوحيده كمان اللي احنا بنقول عليها وصول اجاي اليوم النهارده والحد طبعا كابتن فاروق من الصعب شويه ان هو ممكن يدخل في اجواء المباراه لكن اكيد طبعا الرؤيه الفنيه لكابتن حسام البدري ان هو يكون متواجد اجاي في قائمه المباراه او يكون متواجد في التشكيله الاساسيه الامور ماشيه بشكل طيب جدا وبنتمنى ان شاء الله مباراه النصر النادي الاهلي يكون موفق فيها ويكون التوفيق حليفه باذن الله ان شاء الله غدا ستكون التدريب على ملعب مختار الفيتش الساعه 3 عصرا ومن بعدها النادي الاهلي يتوجه الى معسكر مغلق في احد الفنادق طبعا القريبه من الاستاد ان شاء الله وبتمنى كل التوفيق يا كابتن طيب في كلام ان باكا عنده برد شريف كريم باكا ماني فعلا يمكن هو كان عنده من يومين او من اكثر من ثلاث ايام دوار خفيف ويمكن برده كان في تفضيل ان هو ما يشاركش في تدريبات كثيره لكن هو عنده نزله برد شويه الجو انت عارف يا كابتن فاروق الايام دي صعب شويه بالنسبه لينا لكن هو غدا ان شاء الله هيكون في اختبار طبي ليه قبل التدريب هيشوفوا حالته هيشوفوا الحراره بتاعته عاليه ولا لا ويتخذ القرار بكره ان شاء الله سواء باكاماني هيكون موجود في مباراه النصر او في قائمه الفريق ان شاء الله. ان شاء الله كده ربنا يكرم ان شاء الله الثلاث نقاط الجايين مهمين وزي ما احنا قلنا كريم يمكن المباراتين القادمتين سواء بقى المؤجلتين بالنسبه للنادي الاهلي النصر والمقاولون العرب بالاضافه طبعا لمباراه الزمالك ان شاء الله في حاله المكسب والثلاث نقاط بتتصدر بطوله الدوري من غير طبعا اي نتيجه حتى لو اسماعيلي كسب الماتشات بتاعته القادمه بشكرك كريم واكيد بنستمتع بيك دائما. رايك في بقى فريق الكوره الماتشات الجايه يا استاذ شريف بقى نخش في فريق الكوره. يعني طبعا فرقه الكوره بتمر بظروف صعبه اجهاد توالي مباريات اصابات غيابات اثرت بشكل كبير على نتائج بعض المباريات وكان ليها تاثير سلبي في فقدان بعض النقاط في مباريات مهمه اخرت الاهلي في ان هو يعود للصداره او يتصدر قائمه جدول التدريب الدوري بالتاكيد المرحله الجايه دي هيبقى فيها برضو مباريات مضغوطه النصر فالزمالك فالسوبر ف
فالسوبر، فكل ده مباريات ورا بعضيها في توقيت زمني. يعني انت عندك بعد بكره النصر، بعديه الزمالك، بعديه هتروح تسافر الامارات تلعب السوبر امام المصري. فلا في ضغط كبير جدا، وفي نقص في مراكز حساسه خاصه في الدفاع نظرا لاصابه سعد سمير ومحمد نجيب وعبد الله الشامي لسه ما دخلش. فانت بتعتمد على اثنين بس، رامي ربيعه دلوقتي وايمن اشرف. لا ففي ضغط كبير جدا وفي لود كبير جدا على لعيبه الاهلي ما ريحوش. يمكن انا عرفت ان كابتن عبد الله السعيد هيتم راحته في مباراه النصر. النصر قدم فرصه طبعا للاعب اخر يخش. عندك صالح مباراه امام الزمالك واسلام محارب، في اكثر هشام محمد، في اكثر من لاعب يحل محله. لا فهي فرصه كويسه، ويعني ويخش على مباراه الزمالك باكثر جاهزيه كابتن عبد الله السعيد. اعتقد المرحله الجايه دي هتحسم بشكل كبير جدا شكل المنافسه على الدوري، ارضا الاسماعيلي بعد رحيل ديسابر ده قد يتعرض الفريق لهزه. كابتن عبد الطالب العزوي لسه راجع من بره، طبعا ممكن يكون متابع ولكن مش متابع من مصر، فطبعا دي طبعا هتحتاج جهد كبير جدا. المرحله الجايه دي النادي الاهلي طبيعي يتصدر جدول الدوري، طبعا منافسه جيده جدا مع الاهلي والمصري والاسماعيلي والزمالك بيأدي بشكل جيد. شكل الدوري مختلف، شكل مختلف في السنه دي، وطبعا طالع من تحت سموحه والمقاولين، وسعيد جدا بعوده انبي ومقصه اللي راح وجي شويه، لكن عندهم مقصه، عنده بطوله افريقيا. نتمنى ان هم يعودوا بشكل قوي الفتره اللي جايه دي. دوري ابطال افريقيا محتاج عناصر مميزه، اتمنى ده يعني. ان شاء الله يبقى التوفيق، حلفنا في الثلاث مباريات القادمين. وطبعا احنا عندنا النصر ثم الزمالك، لسه مباراه المقاولين هيتم تحديد مواعيدها. طبعا المباراه مؤجله من خلال طبعا الدوري الممتاز بالنسبه للنادي الاهلي. لكن طبعا يعني كان يوم رائع استاذ شريف، استمتعت بيك واستمتعنا بالاعلان عن مشروع القرن. اكيد طبعا زي ما قال علاء، فعلا الاهلي النهارده حقق بطوله كبيره حقيقي. ان شاء الله هيكون مع حضراتكم المؤتمر واعادته ان شاء الله 9:30. طبعا لكل متابعي قناه الاهلي واللي حابين يشوفوا مؤتمر مشروع القرن واللي اعلن عنه كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي بهذا المشروع الكبير لكل الاهلاويه وكل محبي النادي الاهلي وكل مصر طبعا، لان كله هيستفاد من هذا المشروع وقد ايه الاستثمار الرياضي ووجود خلال النادي اعتقد بيبقى ليه طعم مختلف بالنسبه لنا. طبعا مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لينا، مبروك للاهلاويه، مبروك لكل المصريين هذا المشروع الكبير. ان شاء الله في اقرب وقت هنشوفه على الحقيقة. ده حاجة كانت ممتعة جدا النهاردة واحنا بنتفرج وبنسمع من خلال طبعا اخواتنا كمان العرب المستثمرين العرب اللي جايين وحاطين ثقتهم بشكل كبير في النادي الاهلي. دي حاجة برضو تخليك تقول لا وتفخر بهذا النادي الكبير اللي دائما سمعته وكيانه وتاريخه بيخلي ناس كتير قوي او مجموعة من المستثمرين يكون عندهم ثقة في هذا النادي ويحطوا فلوسهم في هذا النادي لانهم عارفين العوائد اللي هتيجي من هذا المشروع الكبير. طبعا بنبارك طبعا للمستشار تركي آل شيخ بوجوده كرئيس للنادي شرفيا طبعا، ودي حاجة تقدر طبعا من تقديرا من النادي الأهلي لهذا الرجل اللي محب لهذا النادي كبير. وقبل كده طبعا سمو الأمير عبد الله الفيصل، ودي حاجة محترمة من النادي الأهلي. بذكر حضراتكم مرة تانية إعادة المؤتمر الساعة 9:30 بأمر الله. كنت معاكم طبعا محمد فاروق من خلال طبعا هذه التغطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.